صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مفيش شك إن احنا أول ما تم اختراع الجي بي اس وبقينا كلنا بنعتمد عليه حتى في الطرق اللي احنا عارفينها. يعني أنا واحد من الناس بقيت بعتمد على الجي بي اس حتى في الطريق اللي أنا عارفه عشان يديني إحداثيات الطريق زي ما بنقول كده. كان الكلام ده كان الكلام ده معروف في الطيارات، يعني انت بتركب الطياره بيديك الاحداثيات، احنا على ارتفاع كذا، المسافه من هنا لهنا قد كذا، قطعنا قد كذا، ماشيين في اي طريق. لكن اول ما نزل الموضوع ده بقينا ممكن نستخدمه من خلال جوجل، بقى الموضوع سهل قوي بالنسبه لنا. فاحنا في الطرق اول ما نيجي نركب العربيه نروح فاتحين الجي بي اس عشان نشوف الطريق هيتاخد في قد ايه. حتى لو انا عارف الطريق بفتح الجي بي اس عشان اشوف هياثر عليا قد ايه، هل ايه الطرق البديله اللي ممكن اعتمد عليها، ايه الاماكن اللي فيها زحمه، دي كام كيلو ودي كام كيلو لو في طرق بديله. فما فيش شك ان كلنا بقينا بنعتمد على الجي بي اس بشكل او باخر. فالسؤال بيقول، بتعرف تحفظ الطرق ولا بتعتمد على الجي بي اس؟ احكي لنا مواقف الجي بي اس توهك، لانه دايما او يعني مش دايما، في غالبيه الاوقات كده بيتوه. يا بسنت، حقيقي يعني انا ليا مواقف سخيفه جدا جدا مع الجي بي اس، لكن خلينا نعترف اعتراف ان التكنولوجيا زي ما ليها السلبيات بتاعتها ليها الايجابيات، ومن ايجابياتها اختراع حاجه زي التطبيق ده، لان انا واحده من الناس اللي بجد بتوه في شبر ميه زي ما بيقولوا. بجد يعني انا مثلا لو خرجت بغرق بس بتوه، دي بقى بتوه في شبر ميه المره دي. انا كل ما اطلع بره مكان معين انا مثلا مش حافظاه قوي او حافظاه بشكل ما بحفظوش كويس، لازم ان انا ابقى حتى لو المشوار متكرر مثلا، لا يعني لو متكرر خلاص يعني حافظه المشوار، لكن لو رايحه مكان روحته من شهرين لا مش ممكن اتوه. طبعا كنت بعتمد كتير على اسئله الناس، لكن في ناس كانت بتحب برضو تتوهك. فاكر الموضوع ده زمان؟ بقول لك فين، قال لك صح يعني خلاص لو انت ما انا لو عارفة مش هسال. لكن الجي بي اس مفيد ساعات كتيره، لكن يجي بقى الجي بي اس في مثلا طريق سريع وانت يعني مفيش مهرب ومفيش مخرج من الموضوع غير الكوبري ده، ولو ما طلعتوش انت هتروح الفيوم زي ما بيقولوا. لا مفيش، تلاقي الجي بي اس فجأة عطل، لودينج، مش وقتك، او حد بيكلمك فجأة، او بطارية تفصل، او الشحن يخلص. لازم المواقف السخيفة اللي لا تخطر على بالك تحصل في المواقف دي. ففي الحقيقه انا شخصيا توهت كتير جدا جدا من الجي بي اس، وصلني كتير برضو مش هنكر يعني، وده من ايجابيات التطبيق ده. لكن انا شخصيا توهت كتير جدا منه. انت توهت منه ولا طبعا بتعتمد عليه كتير؟ بتوه منه، بس عايز اقول لك على حاجه. انا الطريق مثلا اللي خلاص هيبقى ده الطريق بتاعي، مثلا همشي على الطريق ده مره مرتين كل اسبوع كل اسبوعين، فخلاص لازم احفظ الطريق. حتى بفتح الجي بي اس بس عشان اعرف المسافه قد ايه، مثلا لو في حته زحمه بيبين لك ان الحته دي فيها زحمه فممكن تاخد طريق تاني. صح. ممكن يكون اطول شويه لكنه طريق سالك. ومع الطرق الجديده والكباري الجديده الجي بي اس نفسه دلوقتي لسه ما قدرش يترجمها كويس. فبقيت انت تكون ماشي في طريق مثلا وهو مديك الطريق القديم، على الرغم ان في كوبري مثلا ممكن تاخده او نفق ممكن تاخد النفق ده ويأثر لك المسافه، لكن هو لسه ما تمش تحديث الطريق بالنسبه له. فدي حاجه من الحاجات. انا ليه حد من اصدقائي برضو بيعتمد على الجي بي اس، بس ما فيش مره اعتمد على الجي بي اس ووصل. في مره كنا خارجين وهنا من جاردن سيتي ورايحين اكتوبر، فركبت معاه بالليل الساعه 9 بالليل، فقال لي انت عندك حاجه بكره؟ فقلت له ليه؟ قال لي عشان انا مش عارف الطريق وهمشي جي بي اس. قلت له طب ما فيش، ما انا عارف الطريق انا ممكن امشي. قال لي لا انا احب امشي على الجي بي اس. ما بيمشيش من غيره. خدنا فيها 3 ساعات فعلا. ليه بقى؟ 3 ساعات مش زحمه.
كان في اصلاحات في طريق وعمال ينزل ويلف وينزل ويلف ونفس المكان لفينا منه ثلاث مرات. فالحته دي طبعا فيها اصلاحات فاكيد فيها زحمه، فعشان تلف في المنطقه دي ثلاث مرات خدنا فيها لوحدها ساعه يعني. ففي ناس ما قبل كده كنا بنعمل ايه طيب؟ قبل كده كنا بنعتمد على الارشادات اللي موجوده في الطريق او احنا بنسال الناس. لكن ما فيش شك ان انت لما تقف في طريق وتسال الناس برضو في خطوره، انت واقف على طريق بتعطل طبعا الطريق. طبعا، ولو على طريق مفتوح مثلا فانك تقف على طريق سريع وبتاع بيبقى في خطوره شويه انك تكون ماشي على طريق وواقف كده مره واحده في نص الطريق او على جنب حتى والطريق مفتوح او الطريق سريع. فعشان كده الطرق دي بقت تقليديه ما بقيناش نعتمد عليها، بقينا فعلا بنميل كلنا ان احنا نعتمد على الـ بس الـ انت قلت نقطه كويسه قوي وهي الارشادات. انا دلوقتي مثلا في الطرق السريعه اللي يبقى ساعات الجي بي اس بياخد وقت على ما يفهم ايه اللي بيحصل لانه ما حصلش مثلا تحديث ليه، انا بعتمد بقى اعتماد كلي على الارشادات. حتى لو الجي بي اس مثلا بيقول لي مين وهو الطريق بيقول لي المكان اللي انا عايزه اروحه ده على طول، انا همشي مع ارشادات الطريق لان انا بحس ساعتها انه يعني الارشادات دي بقت دلوقتي مظبوطه يمكن اكتر من زمان، لانه زمان كانت كل فين وفين لما بتلاقي لوحه ترشدك انت رايح لفين، لكن دلوقتي موجوده ما بين كل فتحه كوبري او يوتيرن ملف او حاجه بتلاقي الارشادات دي. بس خلينا متفقين برضو ان الارشادات دي مش هتسعفك في بعض من الاوقات. لا طبعا ليه؟ اكيد، لان هي برضو لوحه موجوده هتديك مثلا تقول لك لو دخلت يمين في طريق كذا هتروح مثلا مدينه كذا ومدينه كذا ومدينه بس في مش طريق تاني ترجع تاني. لا مش الفكره، في طريق تاني يكون لسه معمول مثلا بتنزل من على الطريق ده يوديك لطريق تاني اقصر، بس هو للاسف مش موجود على اللوحه لان اللوحه برضو يعني الكتاب عليها بحدود. فبالتالي غالبيه الناس بتعتمد على الجي بي اس. لسه بقى هو مش قادر يترجم فكره الملفات اللي اتقفلت مثلا فيجي يقف في نص الطريق ويقول لك لف. طب الف ازاي وفي البردورات اللي في الارضيه والنيجيرسي اللي موجوده في نص الطريق هلف ازاي طيب؟ لا هو حاجة تانية كمان، المنطقة زي مثلا منطقة المعادي لا جي بي اس ولا ارشادات نافعة يعني ولا دايماً سؤال الناس نافع ولا سؤال. لو انت مش من المعادي ما تدخلهاش بالظبط، مش هتعرف ان انت تعمل فيها اي حاجة. فعلا كلها شبه بعض، كل الميادين جوه شبه بعض، كل الطرق جوه شبه بعض، تخرج من المكان تقول انا كنت لسه موجود فيه من شويه ومش هو اصلا. بس ده بقى لي 3 ايام هنا حضرتك اخرج بره ازاي؟ لا بجد المعادي فعلا من المناطق اللي بجد برده بيحصل فيها دايما او انا دايما بتوه فيها. كلنا الا لما تيجي تسال بقى ساعتها سكان المعادي هم بقى اللي يبتدوا يقولوا لك هناك خالص ممكن تمشي يعني. ف يعني في الوقت ده بقى ساعتها انت الجي بي اس حتى ده مش هينفعك يعني. فتمام لو خرجت بره بقى المعادي هو ده ساعتها تعرف تعتمد على الجي بي اس، تعرف تحفظ الطرق ولا بتعتمد على الجي بي اس. واحكي لنا موقف الجي بي اس توهك فيه، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم اللي بنستعرضها النهارده في خلال الحلقه. وهنشوف مع بعض كده يمكن مواقف كوميديه حصلت لحضراتكم، واحنا كمان هنسترجع مواقف حصلت لنا واحنا بنقرا الكومنتس في خلال الحلقه النهارده. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم. هل بتعتمد على الجي بي اس في طريقك ولا بتحفظ الطرق؟ وهل في مره اعتمدت عليه وتوهك؟ وبالمناسبه في اوقات كتيره جدا بيتوه، لانه في اوقات كمان ما بيترجمش الدخله سريعا. فمثلا لو في دخلتين ثلاثه كده او مخرج من الطريق اثنين ثلاثه ورا بعض فتلاقيه على ما يترجم هو الجي بي اس المخرج تكون انت عديت الثلاث فتضطر ترجع شويه دول. فعشان كده في غالبيه الوقت الجي بي اس بقى بيتوه. خلينا نروح لدينا عشان نعرف منها هل بتعتمد على الجي بي اس ولا بتحفظ الطرق. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شادلي، صباح الخير يا بسنت، صباح الخير والسعاده على كل مصين في كل مكان. بحفظ الطرق، انا من هوايتي حفظ الطرق جدا، حتى لو انا ماشيه يعني راكبه جنب حد في العربيه لا ببص على الشوارع عشان ابقى عارفه لو جيت هنا المنطقه دي ممكن امشي ازاي. جي بي اس ده دي فرصه ان انت تريحي اعصابك. بص هو انا من النوع اللي بحب اتفرج عليه في اللي هو يعني بستمتع بالطريق. بالنسبه للجي بي اس بقى يعني انا ما بكرهش حاجه في حياتي قد الجي بي اس. يعني انا ياما شفت منه مواقف اللي هو هطلع الكوبري الاقي نفسي نزلت من تحت والف يعني حاجات كتيره جدا. يجي في مفترق الكوبري كده طب اطلع ولا انزل؟ اطلع ولا انزل؟ وبعدين الناس تقول لك دي سواقه الستات بقى فانت تبقى في معضله ثانيه، يا جماعه ده الجي بي اس انا مش فاهمه وهو مش فاهمني يعني. فبتبقى بالنسبه لي لا ما بحبش امشي عليه. انا بعتمد على اسال اللي يسال ما يتوهش. اقف اسال في الشارع وما يتوهش. وخصوصا بالنسبه كمان اللي بسنت كانت بتتكلم عليه على الموضوع المعادي، هو المعادي تقريبا هي اربع ميادين واربع محلات ورد ومزلقان. فانا برضو انت عامله دراسه؟ لا اصلا ده بقى الجي بي اس اللي اول مره كنت اجربه في حياتي معاه. قعدت الف 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 المعادي لحد ما كانت واحده صاحبتي المعادي نزلت ودتني مشوار انا فيه مش عارفه اروح يعني. انا بجد مش عارفه اوصل. واهل المعادي نفسهم تايهين. اربع ميادين واربع محلات ورد ومزلقان، او ثلاث ميادين واربع محلات ورد ومزلقان. والله هي كده بالظبط. لا بسيطه بسيطه ان شاء الله.
فاهل المعادي نفسهم هم بس اللي حافظينها، وفي ناس الجدد على المعادي بيتوهوا فيها طبعا. طيب خلينا دلوقتي نستعرض معاكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون بارد الصبح بدري، معتدل بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد. في شبوره مائيه قد تكون كثيفه على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وكمان شمال الصعيد. في فرص لسقوط امطار خفيفه على السواحل الشماليه الغربيه. درجه الحراره في القاهره النهارده 21، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 26، واقل درجه حراره هتكون في كاترين 14 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه. النهارده عندنا وزي ما متعودين مع حضراتكم مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهمكم، لكن خلونا نبتدي الاول بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظه الجيزه، والحكومه استعرضت نشاطها الاسبوعي في انفوجراف، وكمان اخبار تانية هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر اللي بيعد شريان جديد داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضي اللي بيمر في المحافظة من جنوبها وحتى شمالها ليربط بين طريقي الدائري المنيب والدائري الوراق. أيضاً تفقد الرئيس محور أحمد عرابي اللي بيربط ما بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كيلومتر وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وتم ربط محور أحمد عرابي بالطريق الدائري ومحور كمال عامر عشان يكون بكده محور بديل بيحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائري حتى ميدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 14 حتى 20 يناير. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للإعلان عن أسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وشددت على أن الحكومة لم تعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن، وإنها لا تزال بصدد مناقشة مختلف المقترحات بشأن آليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات. أما محافظات مصر فكان في مجموعة كبيرة من الأحداث اللي حصلت امبارح، واللي منها افتتاح ثلاث معارض أهلا رمضان في محافظة الأليوبية، بالإضافة لأن واحد سيوة وضعت خطة لمكافحة سوسة النخيل. أيضا تم الكشف وتوفير العلاج ل 1620 مواطن في قافلة مجانية ضمن حياة كريمة في محافظة بني سويف، وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها إعلان محافظة الأليوبية افتتاح ثلاث معارض جديدة أهلا رمضان بداية من النهاردة في ثلاث مدن هم طوخ والخنكة والأناطر الخيرية، وده لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين ولتخفيف العبء عليهم، بالإضافة لضخ كميات أكبر من المعروض من السلع الأساسية وتخزينها ببكيات العارضين لعدم نقص أي سلعة وللتيسير على المواطنين. استقبلت واحد سيوة لجنة وزارة الزراعة لبحث تنفيذ الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل وآفات النخيل للعمل على الحفاظ على الثروة القومية من النخيل بواحد سيوة، وتعظيم طرق التسويق لها لما تمتاز به من شهرة باعتبارها منتجات عضوية خالية من المبيدات، وتم استعراض سبل مكافحة سوسة النخيل الحمراء. أعلنت مديرية الصحة ببني سويف القيام بتنفيذ قافلة طبية بقرية مهدي الأخرم بمركز الفشن مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات، وتم الكشف على 1620 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان مع إصدار 9 قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل عدد من المرضى للمستشفيات لاستكمال علاجهم. مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة قالت إنه تم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز دمنهور، أبو حمص والمحمودية ورشيد
بتكلفة 3,955,000 جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. أعلنت محافظة الوادي الجديد عن وصول وحدة الكشف المبكر عن أمراض الثدي المجهزة بجهاز الماموجراف، وده في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ورفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المبكر. وهتتواجد في مستشفى الدخل العام خلال الفترة من 22 ولحد 26 يناير، على أن يتم استكمال العمل بمستشفى الخارجة التخصصي في الفترة من 28 يناير ولحد 2 فبراير. اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عقد اجتماع موسع مع مختلف قطاعات الشركة لبحث سبل التحول الرقمي في جميع الأعمال، وأكد أن الشركة بتولي اهتمام بتطوير وتحسين الأعمال والسعي لتحقيق الربط الكامل بين مختلف قطاعات الشركة بشكل إلكتروني. وتم كمان اتخاذ خطوات مهمة نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الأعمال، وأعلن كذلك إطلاق خطة العمل لإعداد قواعد البيانات ورقمنتها وتحديد الاحتياجات من الأجهزة والمعدات وميكنة نظم العمل وتوفير البرامج والحلول التكنولوجية وميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطنين مع تقديم الدعم الفني والتقني والمؤسسي للمنظومة. أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية إن إجمالي ما تم تحصينه من الماشية وصل ل 259 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وده خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2022. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق المرحلة ال17 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية الحمولي وتوابعها بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، وده بمشاركة أكثر من 13 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدمتها ل 15 ألف مستفيد من خلال 2000 متطوع. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 17 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية الحامولي وتوابعها بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك بمشاركة أكثر من 13 كياناً من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لعدد يتخطى 15 ألف مستفيد من خلال 2000 متطوع. ويأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية. كما تأتي كذلك لتخفيف العبء على الأسر والتخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وحيث تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم وحملات توعوية بكرت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، وأيضاً خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية. تتضمن القافلة أيضاً منفذاً لتوزيع المواد الغذائية واللحوم والبطاطين ضمن حملة دفى الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة للمواطنين. علاوة على ذلك، تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى لأهالي الفيوم، والمساعدة كذلك في فك كرب عدد من الغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال التدريب ودمج المتطوعين وإشراكهم في الأنشطة ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع، ومساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة إزرع وتسليم عدد من الكراسي المتحركة لذوي الهمم. أيضاً تستمر حملات طرق الأبواب على الأسر الأولى بالرعاية من كبار السن وذوي الهمم في قرية الحامولي وتوابعها في إطار مبادرة خيرك سابق لكيانات التحالف، والتي تعتبر أكبر حملة إطعام. وفي إطار قوافل ستر وعافية بمحافظة الفيوم، تم افتتاح عيادات وحضانات لخدمة أهالي الوحدة المحلية بالنزلة وتوابعها بتكلفة تتخطى 5 ملايين جنيه لخدمة أهالي القرية.
فضلاً عن وصلات المياه النظيفة بقرية الحامولي لعدد من الأسر. وسيتم في إطار القافلة كذلك تفقد مركز الاستدامة وتدريب الحرف اليدوية والتراثية بقرية دار السلام. وقامت أيضاً قوافل المبادرة بتوزيع أكثر من 70,000 لحاف لأهالي مركز يوسف الصديق، وتقديم أكثر من 500 وجبة ساخنة وأكثر من 3,600 كرتونة مواد غذائية تم توزيعها ضمن القافلة بقرية الحامولي في مركز يوسف الصديق. بتحفظ الطرق ولا تعتمد على الجي بي اس؟ ولو في مرة الجي بي اس توهك، ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا دلوقتي. ناخد مجموعة من التعليقات. محمد عمير بيقول كنت رايح نادي الزهور في التجمع، خلاص دخلت التجمع قلت خلاص بقى ملوش لازمة الجي بي اس، أقفله بقى عشان أنجز، لقيت نفسي قدام نادي الزهور في مدينة نصر. ممكن هو بقى كتب غلط، فاهم قصدي؟ هو كتب نادي الزهور بس؟ بيبقى بقى هو ساعتها بيطلع لك كده مدينة نصر مثلا تجمع لو في يعني فروع. يعني هي مشكلته هو بيلبسها للجي بي اس. صح بصراحة يعني أنا آسفة. سامح يوسف بيقول صباح الخير على أسرة البرنامج، الإنسان هو اللي عمل التكنولوجيا فليس بالضرورة الاعتماد الكامل عليها، في عقل كل واحد عبارة عن جي بي اس تحفظ الطرق وتسجلها في ذاكرته بيعتمد عليها فيما بعد أقوى من أي جي بي اس. بص يا أستاذ سامح، مش كل الناس عندهم الملكة دي بتبقى على فكرة، في ناس عندها بجد أنا بسميها موهبة إنه يمشي في طريق مره واحده يحفظ الطريق ومش محتاج ان انت تقول له تاني، وفي ناس بتبقى بتروح الطريق ده كذا مره وبتنسى، يعني بتختلف. ادري عبد الستار بيقول احفظ ايه وامشي على ايه؟ دي بلد، هو انا اللي بنيها عشان ابقى حافظ اللي فيها؟ من غيره مش هنزل من بيتنا بيه. اوكي طيب. نشأت عياد بيقول كنت ناوي كنت انا واصحابي رايحين نعزي واحد صاحبنا، ولما جينا نمشي بالعربيه لقينا نفسنا داخلين فرح في نفس البلد. يلا ما رحناش بعيد. محمد بليغ بيقول صباح الخير والسعادة عليكم، صراحة أنا لما بروح من طريق بحاول أحفظه مع التكرار، والجي بي اس يفيد المستخدم بنسبة 90%، لكن كلما قرب المكان المراد الوصول ليه كان استخدام الجي بي اس أصعب، وطبعا ده غير ظروف الطرق اللي ممكن تحصل زي البطارية ممكن تفصل وغيره كتير. متابعني ومبسوطة منه. علاء هارون بيقول صباح الخير، أنا بحفظ الطريق لوحدي مش محتاج الجي بي اس. ده كويس، دي موهبة حلوة طبعا، يعني حاجة كويسة تبقى عندك بصراحة. حسام سمير بيقول صباح الخير عليكم، والله كل ما يقول لي كن مع المنحدر انزل بجوار انزل بجوار الكوبري والف وارجع نفس المكان، يقول لي كن مع المنحدر وانزل تاني، وفضلت كده ساعة وبنتي وزوجتي بيضحكوا عليا والمطلوب اني اطلع الكوبري اصلا. ابو يحيى بيقول الحمد لله بعتمد على دماغي، ولو تهت مش بحكي لحد عشان ما تضحكش عليا، واجمل صباح من جنوب الصعيد. صباح الخير عليك. ولا يعني عادي ما حدش هيضحك عليك ولا حاجه، لانه مصر كلها بتتوه، يعني كلنا اكيد اتعرضنا مره او اتنين للموقف ده، حتى لو حافظين الطرق بالحاجات الجديده دايما التعديلات اللي في الطرق اللي بتحصل، فاكيد انه مش هنبقى حافظينها من اول مره، وطبيعي ان كلنا نكون بنتوه لغايه ما نتعود على الطرق مره ثانيه. عبد المنعم جاب الله بيقول صباح الخير عليك، والجي بي اس مفيد جدا تمام، لكن لما بيخرف بنتبهدل. مرة كنت رايح صلاح سالم ومع الجي بي اس لقيت نفسي في امبابة، ومرة تانية لقيت نفسي على طريق أسيوط الصحراوي، ازاي ما اعرفش. ما هو المفروض انت بقى لما يعني بالحس كده، لما تحس ان انت خلاص لا انت بتبعد من المنطقة، لا لازم تقف وتركن على جنب، تقفله مثلا وتفتحه زي ما احنا متعودين. أيوة. على اي حاجة يقولك اقفلها وافتحها مرة. أيوة. تانية عشان تشتغل. لا انا ساعات كتيره ببقى رايحه مشوار عارفه انه بعيد قوي. مثلا الطبيعي ياخد مثلا ساعه ونص، ده الطبيعي بتاعه، بعدين الاقي المشوار الجي بي اس موديني من حته غريبه جدا، يعني الوقت مثلا ايه 35 دقيقه 37، واقول مستحيل يعني ايه، وبنبقى وقت زحمه، يعني افضل اقفل التطبيق وافتحه تاني لغايه ما اعرف انه وداني من حتة يمكن بعيدة شوية. عمر أحمد بيقول في مرة كنت ماشي مع أختي فحبيت أعمل نفسي شبح، بعد 5 دقايق كده ما كنتش عارف أوصل للبيت، الحمد لله عرفنا نروح، بس بعد كده بقيت أستعمل الجي بي أس على طول. وانت بتتكلمي وانت بتتكلمي في الطرق اللي انت عارفه ان المشوار طويل مثلا، وهو جايب لك المسافه مثلا ممكن تبقى ساعه وشويه، هو جايبها لك نص ساعه مثلا، فبتبتدي تشكي. من فتره قريبه يعني انا افتكرت دلوقتي برده موقف تاني، كنت رايح اعزف الحمديه الشاذليه، وبعدين كتبته على الجي بي اس عشان يشوف لي اثر الطرق، لقيت نفسي لفيت لفه من الطريق السياحي للبحر الاعظم للدقي، لقيت نفسي طالع تاني من الدقي، رحت طالع تاني صفت ومن صفت للمحور، ولقيت نفسي عمال الف، وفي الاخر لقيته بيقول لي ايه
فاضل دقيقتين وتوصل وانا فوق على المحور اتري عايز ينزلني شمال كده منطقه اسمها المعتمديه في تقريبا مسجد صغير او زاويه حاجه اسمها الحمد لله نزله هناك. فانا ما اكتشفتش الكلام ده امتى غير اللي هو بيقول لي انزل بقى هنا. قلت لا انزل هنا فين مش نازل. جيت في دي بقى هي جيت دي وقفت بقى قلت خلاص بقى انا كده كده وصلت هنزل نزلت المحور ميدان لبنان. و الحقيقه مواقف كتيره قوي بنتعرض ليها مع الجي بي اس منها مواقف كوميديه كتير واحنا دلوقتي بنقرا تعليق حضراتكم يمكن افتكرنا حاجات احنا كمان تعرضنا ليها مره تانية. المواقف دي بتبقى لذيذه قوي نفتكرها مع بعض ونقعد كده نضحك عليها. بتعرف تحفظ طرق ولا بتعتمد على الجي بي اس واحكي لنا موقف الجي بي اس توهك فيه. ده سؤال حلقتنا النهارده هنكمل اكيد ان احنا نشارك حضراتكم بكومنتس بتاعتكم وتعليقاتكم اللي موجوده على صفحتنا على فيسبوك. لكن دلوقتي خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا. خليكم معنا. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والموضوعات اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، وكمان قمة الكرة المصرية ما بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ 14 من الدوري، بالإضافة إلى أبرز وأهم المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيبدأ المجلس الأعلى للجامعات فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية، هي جامعة عين شمس، جامعة بنها، جامعة كفر الشيخ، جامعة سوهاج، جامعة دمنهور، جامعة دمياط، والوادي الجديد، وجامعة مطروح. وهيستمر إتاحة التقدم لحد يوم الخميس 26 يناير. النهاردة هيخوض منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد تاني لقاءاته في الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة ببولندا والسويد الساعة 4:30 العصر أمام البحرين. ونجح منتخب مصر لكرة اليد للرجال في الفوز في أول لقاءات الدور الرئيسي بنتيجة 28-33 على منتخب بلجيكا. وهيخوض منتخب اليد آخر لقاءاته في هذا الدور أمام الدنمارك يوم الاثنين الساعة 9:30 بالليل. النهارده والعشاء الدوري المصري هيكون ميعادهم مع مباراة القمة اللي هتجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في إطار الجولة 14. النهارده العشاء الدوري الإنجليزي هيكون ميعادهم مع 6 مباريات في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة. ليفربول هيواجه تشيلسي الساعة 2:30 الظهر، وليستر سيتي هيواجه برايتون الساعة 5، وفي نفس التوقيت هيواجه ساوثهامبتون فريق أستون فيلا، وويست هام مع إيفرتون، وبورنموث مع نوتنغهام فورست. الساعة 7:30 هيلتقي نيوكاسل يونايتد مع كريستال بالاس. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. في شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. بقالنا كذا يوم كده بنستمتع بطقس شتوي دافئ يمكن نهارا لكن بيبقى بارد شوية بالليل، طمنين على حالة الطقس خلال الأيام اللي جاية. بالفعل يمكن احنا بدأنا ارتفاعات في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الماضي، وهي كمان متوقع خلال هذا الأسبوع استمرار ارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية. درجات الحرارة بتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات، وده بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار وإحساسنا بالدفء
والأجواء المعتدلة دافية تماما على أغلب المحافظات الشمالية مرورا بالسواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للدفء ودافية أيضا على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، خاصة مع وجود أشعة الشمس فترة الظهيرة. لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، أول ما أشعة الشمس بتبدأ تغيب تبدأ درجات الحرارة تنخفض، بتنخفض بشكل كبير وملحوظ جدا خلال فترات الليل المتأخر وساعات الصباح الأولى. درجات الحرارة فيها بتتراوح ما بين 10 إلى 11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، دي درجة الحرارة الصغرى خلال فترة الليل. بعض المناطق من المدن الجديدة شمال الصعيد بتتراوح ما بين 6 و7 درجات مئوية، كمان بعض المناطق من وسط سيناء بتقل عن 5 درجة مئوية. فأجواء من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. صحيح. كمان الصقيع بيتكون على المزروعات في وسط سيناء نتيجة انخفاض الشديد في درجات الحرارة، فمهم جدا ناخد بالنا من الاختلاف في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل اللي بيوصل لأكثر من 10 درجات. مش عاوزين ننخدع ونغير نوعية ملابسنا في الوقت ده، لأن الارتفاع ده مؤقت، احنا لسه في فصل الشتاء، أكيد هيحصل مرة أخرى انخفاضات في درجات الحرارة، ودي ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة، وإن شاء الله درجات الحرارة تعود مرة أخرى للمعدلات. هل في انخفاضات جوية هنتعرض ليها خلال الأسبوع اللي جاي؟ يعني نأهل نفسنا إن الجو هيبقى برد الأسبوع اللي جاي، ولا لحد دلوقتي يعني الجو هيكون طقس معتدل؟ لا، هو إلى الآن على الأقل لنهايات هذا الأسبوع، يعني الست أيام جايين، هيكون في ارتفاعات في درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، هتتراوح ما بين 21 و 22 درجة مئوية، يمكن كمان مع نهايات الأسبوع تكون 23 درجة مئوية خلال فترة النهار. الصغرى هي اللي هتظل منخفضة كما هي، وما بين 10 وال 11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. كمان الظاهرة الجوية المؤثرة معانا بشكل كبير نتيجة طبعا وجود المرتفع الجوي وتوافر عامل الرطوبة خلال فترات الليل، وكمان هدوء سرعات الرياح وتكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. والشبورة المائية دي كمان شبورة مائية كثيفة، يعني بتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق، فمهم جدا كمان ناخد بالنا من الشبورة المائية وكثافة الشبورة المائية، خاصة في ساعات الليل المتأخر تقريبا من الساعة 3-4 الفجر تستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس. بالفعل طبعا الشبورة المائية بنقول هي مكملة معانا كمان خلال الأيام القادمة، لأن هي الظاهرة الجوية دايما المؤثرة في الاستقرار في الأحوال الجوية. اليوم متوقع يكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيف جدا على بعض المناطق من غرب البلاد، تحديدا في مطروح والسلوم، هي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، وكمان نسبة الحدوث ضعيفة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا في صباح الخير يا مصر، بشكرك مرة تانية. دلوقتي خلونا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، هنبدأها معاكم من القاهرة والعظمى 21 الصغرى 10، العاصمة الإدارية 21 10، إسكندرية 21 11، العلمين الجديدة 20 11، مطروح 19 11، دمياط 21 11، بورسعيد 21 14، إسماعيلية 21 11، السويس 20 10، العريش 20 9، كاترين 14 0، وطابة 22 10، حلايب 23 15، شلاتين 26 14، شرم الشيخ 24 14، الغردقة 24 12، الفيوم 21 9، بني سويف 22 9، الوادي الجديد 24 5، أسيوط 22 6، سوهاج 23 6، قنا 25 7، الأقصر 25 8، وأخيرا أسوان 26 10. احنا هنستمتع خلال الايام اللي جايه بطقس شتوي معتدل نهارا مع سطوع اشعه الشمس، لكن بالليل درجات الحراره تنخفض يمكن باقل من الصباح ب 10 درجات، يعني يجب ان نتوخى الحذر في ارتداء الملابس الثقيله خاصه في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح الباكر. هرجع مره ثانيه لشاذلي وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك. احنا بنحب دايما في صباح الخير يا مصر نلقي الضوء على نماذج تدينا كده امل وبهجه، ونحكي قصه من قصص بنات مصر اللي في الحقيقه هم مكافحات قدروا ان هم يتغلبوا على حاجات كتيره جدا، اعاقات كتيره او يمكن تحديات كتيره واجهتهم. خلونا نتكلم بالذات بقى عن نموذج معانا النهارده عن بنوته جميله مصريه تغلبت عن تحدي عندها وهي الاعاقه البصريه. حكايتنا النهارده مع اول لاعبه من اصحاب القدرات
النشاطات الخاصة اللي بتمارس لعبة القوس والسهم، مش بس مارست اللعبة، لا كمان دي احترفتها وتفوقت فيها وحصلت على بطولات فيها كمان. حكاية جديدة من حكايات أبطالنا. خلينا نتكلم عن منا طلاع عصام الدين اللي منورانا عبر الهاتف دلوقتي أو معانا على الزوم كمان. صباح الخير عليك يا منا، وأهلا بيكي في صباح الخير يا مصر. صباح النور على حضرتك، وصباح النور على أستاذ الشاذلي اللي مع حضرتك، وصباح الخير على الجميع. صباح النور يا منا. صباح الخير يا منا، واحكي لنا يعني عن الجمال اللي انت بتعمليه، يعني ازاي عرفتي تتفوقي في لعبه في الحقيقه انا جربتها مره وما عرفتش خالص اعمل حاجه فيها، فاحكي لنا ازاي عرفتي تتفوقي فيها. سامعيني يا منا؟ تمام. دلوقتي انا كنت حضرتك سامعاني كده؟ انا سامعاكي، اتفضلي. انا دلوقتي كنت رايحه النادي علشان العب فروسيه، وبعد كده شفت لعبه القوس والسهم عجبتني، فكلمت مع الكابتن وقلت له انا عايزه العب قوس وسهم، انا كفيفه، هينفع؟ راح قال لي هينفع، وهتشوفي بعد شهر تتمرني ازاي. انا علشان كنت حابه اللعبه وحابه جدا القوس والسهم وركوب الخيل، فانا اتمرنت فعلا يعني، وكنت منتظمه في التمرين، وبعد شهر فعلا عرفت مسكة القوس بتبقى شكلها ازاي، والسهم واقدر اطلع الريشه المختلفه واحط السهم بالطريقه السليمه واضرب وانشن. فالحمد لله فعلا بعد شهر الدنيا بقت معايا حلوه قوي، وبقيت اجيب الهدف المطلوب، وكمان يعني بقيت ابعد بالمسافه. يعني بعد ما كنت في الاول خالص انا ابتديت على 5 متر، دلوقتي بلعب على 18 متر، وباذن الله الفتره الجايه داخله على 25 متر. عاش، الله ينور. هل في البدايه منا انت بتروحي الاول تشوفي موقع اللوحه والهدف اللي هتضربي عليه، وبعدين تبتدي ترجعي وتعدي؟ يعني انا عايز اعرف بتحددي الاحداثيات بتاعتك ازاي؟ تمام. دلوقتي انا في بدايتي خالص فعلا كنت بروح واشوف الهدف بتاعي فين والتارجت فين وكده، وفعلا كنت بعد خطواتي وابتدي اتلمس الهدف واتلمس اللوحه كمان، وبعد كده برجع تاني. بس انا السايت بتاعي بيبقى عباره عن ستاند، لان المبصر السايت بتاعه بيبقى جوه الكوست نفسه. السايت ده اللي هو اللي بيبصوا فيه من خلال يعني مكان بيبصوا فيه من الكوس علشان ينشنوا على الهدف. انا طبعا مش هقدر ابص، فليا السايت بتاعي بيبقى عباره عن ستاند، ده بيبقى جنبي على ايدي الشمال لان انا ماسكه الكوس بايدي الشمال، وبيبقى فيه زي مسمار كده بحطه في ايدي بطريقه معينه، وبعد كده بشد الوتر وبضرب على الهدف. الكابتن بيظبط السايت على الهدف مره واحده، وانا بقى ببتدي يعني احط السهم وانشن واصيب الهدف باذن الله. طب منا، يعني باللي انت بتحكيه ده دي باين عليها لعبه صعبه قوي، مش هي لعبه صعبه، مش باين عليها، هي لعبه صعبه فعلا. ايه الدافع ورا انك اخترتي اللعبه دي؟ اولا اللعبه يعني اللعبه واي حاجه الواحد بيعملها لو هو حاببها مش هيلاقيها صعبه. حقيقي، صح. يعني صح. انا دايما مقتنعه بجمله لو اديتي الحاجه يعني تعاملتي مع الحاجه بقلبك، الحاجه هتديكي كل اللي عندها، سواء جماد او حيوان او انسان. فانا حابه، يعني انا حبيت اللعبه دي لان اللعبه دي بتعلم الصبر والتركيز، الهدوء، الاصرار، لان طبعا انا مش من مره واحده بقيت اضرب حلو، لا انا قعدت فترات، وكل مدى انا بحب اتعلم اكتر. يعني النهارده اتعلمت حاجه، بكره اتعلم حاجه، بعده اتعلم حاجه. عظيم. فانا كل يوم بتعلم حاجه جديده، ودي بتبقى حاجه حلوه. يعني انا حتى كمان في فتره القوس والسهم اتمرنت فروسيه فتره، بس وقفت علشان القوس والسهم، بس باذن الله هنعمله تاني ان شاء الله. عايزين نمشي الاثنين مع بعض، ولو في حاجه ثالثه كمان نعملها. يلا ربنا معاك. طيب شوف انت بقى اي حاجه ثانيه من هواياتك، اي حاجه ثانيه انت بتحبيها كمان، استغلي وجودك في النادي وتاخدي جزء كده من وقتك تتمرني. طيب انا عايز اعرف بس انت كم مره اصبتي منتصف الهدف؟ لا كتير كتير
كتير، فانا مختلفة ما مقدرش شاء اعد الله. لان كتير فعلا. برافو عليك. طيب الحمد تعليقات لله. الناس ايه يا منى؟ يعني تعليقات الناس اللي لما بتعرف انك بتتدربي او بتلعبي لعبة زي دي بيقولوا لك ايه؟ في ناس يعني لما بتسمع بس بتقول ايه ده، طب ازاي، طب كده، لما بفهمهم وبشرح لهم بيقولوا اه حلو كويس وكده. في ناس بتقعد تقول طب وانتي تعبة نفسك ليه؟ بقول لهم انا حابة ده، انا حابة اللعبة دي، لاني اللعبة دي زي ما قلت لكم بتعلم الإصرار والصبر. دي ناس محبطة ملناش دعوة بيهم. ف اه نركز مع بالظبط الناس التانية. بالظبط. الناس بقى اللي بتبقى معايا في البطولات وبتشوفني وكده، الناس الأصحاء العاديين بيقولوا لا برافو ما شاء الله، والله دي حاجة كويسة. طب احنا عايزين بعد كده يعني زي ما خدنا بطولات محلية نطلع بطولات دولية، فأنا بطمح في الفترة الجاية للبطولات الدولية. إن شاء الله. يعني أنا في بطولة في إنجلترا المفروض في أغسطس اللي جاي، بس آخر تقديم ليها في 10 فبراير، فأنا حابة جدا أشارك في البطولة دي، بس ده طبعا ليها إجراءات كتيرة لازم نحاول نخلصها علشان الميعاد لو اتقفل مش هقدر أروح للبطولة. طب منى انت وعلشان كمان أشارك في البارالمبية، أنا متابعة يعني أبطال كتيرة ورياضيين كتيرة ما يقدروش يطلعوا البارالمبية أو الأولمبية غير لما يعني يعدوا على بطولات دولية مش بس بطولات محلية. فأنا خطوة بطولة إنجلترا دي تقدر تأهلني للبطولة البارالمبية اللي جاية بإذن الله، إن فأنا شاء الله بتمنى إن أقدر أشارك فيها وألحقها لأني بإذن قدامي الله. بالظبط دلوقتي كده 3 أسابيع بس. إن شاء الله. طيب منى عايزة أسألك سؤال، يعني أنت جنب ده بتعملي إيه؟ هل بتشتغلي؟ هل بتدرسي؟ هل مكرسة كل وقتك للتمرين؟ احكي لنا كده عن وقتك بتعملي فيه إيه أكتر؟ لا بصي يعني لان كل الشغل بيبقى كول سنتر للمكفوفين، وانا مش حابه ده. انا اتعلمت تصوير بعد ما بقيت كفيفه، لان انا كنت مفطره لغايه ما اتخرجت من الجامعه. انا مفطره بعد ما اتخرجت من الجامعه. انا يعني نظري ابتدى يقل واحده واحده، فبقيت كفيفه. فبعد ما بقيت كفيفه اتعلمت بقى الكمبيوتر بالبرامج الناطقة، الأندرويد بالبرامج الناطقة، كل الكلام ده. وبعد كده رحت متعلمة تصوير. حبيت التصوير جدا على الرغم ان انا ما كنتش بحبه خالص وانا مبصرة. وكمان يعني في كذا حد لما بيجي يسمع صوتي بيقول لي منى انت صوتك اذاعي، فبيطلبوا مني حاجات ده اساسية. حقيقي، ومخارج حروفك حلوة قوي كمان يا منى، ما شاء الله متعددة المواهب يعني. تسلم ربنا يعز والتحدي حضرتك. الأكبر كمان يا منى إنك مش مولودة فاقدة البصر، أنت فقدتي البصر على كبر، فإنك تتحدي كل هذه الإعاقات اللي كانت موجودة أو اللي كانت البعض تحديات. البعض يتخيل إن هي صعبة، لكن أنت ما شاء الله عليك يعني كل التوفيق ليكي. بنشكرك منى طلاع عصام الدين لاعبة القوس والسهم ومتعددة المواهب، شكرا جزيلا ليكي. مشاهدينا موجز الأهم وآخر الأنباء مع دينا، تفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، وخاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة. كما تفقد الرئيس السيسي محور أحمد عرابي الذي تم ربطه بالطريق الدائري ومحور الفريق كمال عامر، ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرقا محورية جديدة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل المحافظة وربطها بالمحافظات المجاورة، وذلك في إطار المخطط القومي للمحاور والطرق على امتداد جميع محافظات الجمهورية، مما يساعد على سرعة وزيادة أو ازدياد معدل التنمية الاقتصادية وفق استراتيجية التنمية المستدامة في الدولة. عقد النائب العام المستشار حمد الصاوي لقاء ثنائيا مع ناظره القاضي يوسف زيابات رئيس النيابة العامة لدى الأردن، وتضمن اللقاء عرض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستويات القضائية، حيث أبدى النائب العام استعداد النيابة العامة لاستقبال الأشقاء من أعضاء النيابة العامة الأردنية والقضاء
بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، وذلك لعقد دورات تدريبية لهم في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حرصا على نقل الخبرات وتبادلها. ومن جانبه رحب الجانب الأردني بضرورة عقد دورات تدريبية خاصة في الموضوعات التي تستحوذ على الاهتمام في الفترة الأخيرة كالجرائم الإلكترونية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن التحالف الداعم لأوكرانيا يزداد صلابة منذ أول يوم منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وأضاف بلينكين أن المساعدات العسكرية تستمر في التدفق على أوكرانيا وفق ما تحتاجه، لافتا إلى أنه تم إرسال عدد كبير من دبابات برادلي، وأن دولا أخرى داعمة لأوكرانيا فعلت الشيء نفسه. قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف إنه أجرى نقاشا صريحا مع نظيره الألماني بوريس بيستورايوس، وذلك بشأن تزويد بلاده بدبابات ليوبارد الألمانية، مضيفا أن المحادثات ستستمر. وتأتي تصريحات ريزينكوف بعد أن حضر اجتماعا لوزراء دفاع حلف الناتو في ألمانيا، هذا ولم يتوافق حلفاء أوكرانيا على تسليم الدبابات إلى كييف، ويشترط موافقة ألمانيا التي تصنع دبابات ليوبارد على أي نقل للدبابات إلى دول أخرى. لقي ما لا يقل عن 28 شخصا حتفهم في انهيار جليدي في مدينة نينغنشي في منطقة التبت جنوب غربي الصين. وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية شنخوا أن عمليات الإنقاذ في مكان الحادث انتهت. وقال مسؤول حكومي محلي إنه تم العثور على 53 ناجيا، 5 منهم أصيبوا بجروح خطيرة. تبدأ باكستان في موارس المقبل استيراد النفط والغاز من روسيا بشروط تضمن منفعة اقتصادية متبادلة لكل الطرفين. وأكد بيان باكستاني روسي مشترك أن الطرفين اتفقا على أنه بمجرد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية ستتم هيكلة تبادلات النفط والغاز بطريقة تستمد منها الدولتان منفعة اقتصادية متبادلة. وأضاف البيان أن هذه العملية ستستكمل في مارس المقبل بعد اجتماع سنوي للتعاون التجاري والاقتصادي في إسلام أباد. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! ووضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج خاص لتجهيز الثنائي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر علشان يتم الاستعانة بهم في لقاء القمة ضد الزمالك النهاردة في المباراة اللي هتتلعب على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري، وده بعد تعافيهم من الإصابة اللي سبق وتعرضوا لها. اتصدر احمد فتوح وعبد الله جمعه لاعبي فريق النادي الزمالك قائمه ابرز 7 غيابات عن الابيض امام الاهلي في المباراه، ويغيب عن قائمه الزمالك في مباراته قدام الاهلي 7 لاعيبه هم محمود حمدي الونش وابراهيم نداي ده للاصابه، وتم استبعاد احمد فتوح وعبد الله جمعه ومحمد طارق ويوسف حسن وحسام اشرف لاسباب فنيه. وعالميا، اتعادل بايرن ميونخ مع فريق لايبزيج بنتيجه 1-1 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجوله 16 من مسابقه الدوري الالماني. وكمان اكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف في صفوفه المصري النجم المصري محمد صلاح
على صعوبة مواجهة تشيلسي اللي هتتلعب النهاردة على ملعب أنفيلد في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: هتكون مباراة صعبة، جرهام بوتر بيحب اللعب بأسلوب معين وده أمر واضح جدا، نحن نريد الاستمرارية، وضد وولفرهامبتون كنا أشبه بنسختنا السابقة، تشيلسي ما زال جيدا جدا لكن علينا التسبب بمشاكل لهم. كلوب قال كمان: تشيلسي الفريق الوحيد اللي لديه قائمة إصابات مشابهة لنا. نادي برشلونة الإسباني أعلن انتقال الهولندي ممفيس ديباي مهاجم الفريق لصفوف أتلتيكو مدريد لحد صيف 2025 مقابل 3 مليون يورو بالإضافة لمليون يورو متغيرات. ونشر نادي برشلونة بيان رسمي على موقعه وقال فيه: نوصل أو توصل نادي برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد إلى اتفاق لنقل اللاعب ممفيس ديباي، ويتضمن الاتفاقية خيار شراء يانيك كاراسوكو ولكنه خيار غير إلزامي. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لباسانتو وشازلي علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. دلوقتي هنتكلم طبعا عن مباراة القمة، الأهلي والزمالك دايما بيكون لها حسابات مختلفة وبتبقى خارج التوقعات، مهما كان الفريق متماسك ما بنقدرش نقول ان هو ده الفريق الأقرب للفوز. بعض الأوقات الأمور بتتقلب كده وممكن يكون فريق مش مستقر، عنده إصابات كتيرة وفي النهاية هو اللي يفوز، فهي دايما خارج كل التوقعات. فريق النادي الأهلي هيدخل مباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن الزمالك اللي بيجي في المركز الرابع. يا ترى مين اللي هيحسم هذه القمة؟ كلام كتير وتحليل وافي قبل هذه المباراة هنتكلم فيه طبعا مع ضيفنا محمد عفيفي المعلق والناقد الرياضي اللي منورنا. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير. صباح الخير استاذ هانم. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر اينما كانوا. في بداية يوم يعلو فيه صوت القمة، ولكن هناك صوت يعلو فوق صوت القمة وهو دوي مطارق ايدي نجوم منتخبنا الوطني لكرة اليد في بطولة العالم، بيقدموا كرة يد حقيقية وتبقى مصر هي الأولى والأولى وكمان أولا. طيب قبل ما نتكلم عن الأهلي والزمالك بقى، أنت دخلتنا في كرة اليد، فقول لنا بقى قراءتك لأداء المنتخب خلال الفترة اللي فاتت والمباراة اللي جاية. احنا البحرين النهاردة أعتقد النهاردة في أربعة ونص، بعد بكرة في بقى الدنمارك اللي هيكون الأصعب يعني، وبقى عندنا تو اوبشنز او حلين قدام الدنمارك كمان، كون ان الدنمارك خسرت في الجوله الثانيه بالنسبه للجولات او الجوله الاولى بالنسبه لجولات المين راوند او دور الرئيس بالنسبه لبطوله العالم لكره اليد، ومن ثم بقى في فرصه ان انت كمان تتعادل كمان مع الدنمارك، مش بس ان انت تفوز. لو فزت النهارده على منتخب البحرين ولو يزعلوني النهارده لو ما عملوش فرق 10 اهداف مستريح يعني امام البحرين يعني، لان منتخبنا الوطني لكره اليد منتخب صفوه في العالم ومنتخب مرشح وبقوه للمنافسه على اللقب. ف منتخبنا قوي ومنتخبنا قادر، وهو تفوق في الجوله الاولى بالنسبه للدور الرئيسي. هو طبعا خاض 4 مباريات، 3 مباريات في الدور التمهيدي وفاز فيهم، وبعدين فاز في البدايه مع منتخب بلجيكا، بيقدم شكل قوي جدا على المستوى التكتيكي، وحتى الروتيشن اللي بيتعمل من براندو باسكوال المدير الفني الاسباني لمنتخبنا الوطني عامل حاله حلوه انه مجهز كل اللاعبين، وحتى البدلاء لما قلنا انه يحيى خالد مصاب او احمد الاحمر اعتزل دوليا، لكن البديل بثقه المدير الفني خلى يطلع افضل ما لديه واحسن كمان، زي محسن رمضان، زي مهاب سعيد عنده 19 سنه لعيب صغير ولكن بيحير على ارض الملعب ويقدر ان هو يعمل شغل كويس جدا. فانا شايف ان المنظومه بشكل عام قويه جدا، منتخبنا يفوز النهارده يضمن التاهل، وباذن الله يلعب امام الدنمارك في 9 مساء بتوقيت القاهره، 9:30 مساء بتوقيت القاهره يوم الاثنين باذن الله. مع الدنمارك عنده حلين عشان يتصدر، عشان يبعد عن السويد اللي هي المنظمه في الدور ربع النهائي باذن الله، ويلعب امام ايسلندا، المجر. النهارده مباريات على حسب مين هتحسم ما بين ثالث ورابع، لان البرتغال هتواجه السويد، فغالبا البرتغال هتخسر من السويد، فهيبقى ايسلندا او المجر كده كده الفرقتين في ايدينا، نقدر ان احنا اللي هم مش اصعب من الدنمارك او مش اصعب من كمان كرواتيا اللي احنا اديناها فرق 9 وهي بطل العالم 2003 بالمناسبه. خلينا نرجع بقى لمباراه الاهلي والزمالك، عشان انا عايزه اقول لك ان الناس بتتكلم في الموضوع ده من زمان يعني، بقى لنا شويه كده في الموضوع ده. المباراة النهاردة كل جماهير الأهلي كل جماهير الزمالك مستنيين مباراة النهاردة على أحر من الجمر، شايف الاستعدادات عاملة إزاي؟ قراءتك المباراة النهاردة هتبقى عاملة إزاي؟ من أصعب المباريات ومن أكتر المباريات اللي احنا منقدرش نتكهن، مش بالشكل التكتيكي بقدر النتيجة اللي ممكن تحدث في هذه المباراة، لأنه في مشكلة في النادي الأهلي. طبعا، لأنه النادي الأهلي بيعاني من 9 غيابات وغيابات مؤثرة، احنا بنتكلم عن مجموعة من اللاعبين اللي هي تشيل فرقة بشكل عام، بما فيها مثلا على سبيل المثال محمود متولي قلب الدفاع بالنسبه للنادي الاهلي، درس. انت رايح تعترض ليه على حكم مباراه المصري ما بعد المباراه؟
طيب هو هيفتح المباراه مره تانية ويديك دقيقتين عشان انت تترتاح؟ ما هو مش مقياس يا جماعه، احنا في لعيبه محترفه المفروض دي هتمثل منتخبنا الوطني الاول. سيب سيد عبد الحفيظ هو اللي يشيل الليل، خلاص هو يضغط، لان هو بيضغط مش بيضغط عشان المباراه دي، عشان مباراه مصر، هو بيضغط على اللي انهى المباراه علشان يصدر الضغط او يخوف بالاحرى اللي جاي هيحكم له بعد كده. فدي سياسه اخرى ليها علاقه بالاداره ومدير الكوره، ملهاش دعوه، ما تنزلقش انت فيها كلاعب. بالظبط كده، انت عارف ان انت عندك انذارين، ما تاخدش التالت بشكل مجاني باعتراض سهل وساذج فيكلفك ان انت تبقى غايب عن مباراه القمه. ليه هو شخصيا حتى مش بس كفايده ليه النادي الاهلي، مش ده بقوله ان احنا بندعم النادي الاهلي، انه لا ده نقص، ونقص عددي مؤثر في تشكيله النادي الاهلي يجب ان يستغله نادي الزمالك، لانه الزمالك ما عندوش الغيابات المؤثره بالشكل الكبير ده. يعني احنا بنتكلم عن عمرو السولية، احنا بنتكلم عن محمد عبد المنعم في الدفاع، مع متولي، مع ياسر ابراهيم اللي عنده اصابه، مع احنا بنتكلم عن مجموعه كبيره جدا من اللاعبين. طبعا اكرم توفيق وكريم فؤاد كمان عندهم اصابات بالرباط الصليبي، فكده كده غايبين فتره طويله. برونو سافيو حتى البرازيلي عنده مشكله في الركبه، فعندك مجموعه من اللاعبين اللي تشيل فرقه غايبه عن النادي الاهلي. ده ياثر طبعا هياثر فنيا، لكن في ثقه او دوافع بشكل مختلف عند لاعبي النادي الاهلي، بما فيها مثلا كهربا اللي من الممكن ان يشارك، وعلى الاغلب يشارك ويجب ان يشارك من بدايه المباراه في التشكيله النهارده لو عايز مارسيل كولر. ده عشان يتم استغلال دوافع كهربا للفوز. بالظبط كده، ولانه في بدايه المباراه انت هتاخد منه افضل ما لديه، لو نزلته بديل هتلاقيه مش مركز ايا مكان النتيجه، حتى لو فريقك متفوق او النادي الاهلي متفوق على ارض الملعب. خد منه اللي انت عايزه، بعد كده ابدا غير في التشكيله التكتيكيه الهجوميه لو هتبدا بيه راس حربه او حتى كجناح، ويخلي محمد شريف كمان على ارض الملعب لو هيتجرأ قوي. لكن ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل، هو يبدا بيه كراس حربه او شادو سترايكر موجود على ارض الملعب مع حسين شحات، عبد القادر، اعتقد دول الثلاثه اللي ممكن ان هم يعملوا شيفتات هجوميه وفقا للرؤيه كده اللي انا شفتها حتى او تابعتها عن قرب بالنسبه لتدريبات النادي الاهلي في الفتره الاخيره، انه ممكن ده اللي يحدث في التلت الهجومي. لكن نص الملعب بتاع الاهلي في مشكله، لانه حمدي فتحي قد لا يشارك في هذه المباراه، فممكن يشارك محمد فخري. محمد فخري من صغار السن ولكن تقيل، ولما تدي له دوافع زي ما كنا بنتكلم مع منتخب البلاد ان هو بيدي دوافع للاعيبه ما شاركتش اصلا دوليا كتير مع المنتخب الاول، لكن بتغطي لعيبه كبيره غايبه بدع الاصابه او الاعتزال. نفس الكلام في النادي الاهلي، مارسيل كولر سيكولوجيا انه يهيئ واحد زي محمد فخري تاخد دور عمرو السولية، دي مباراه قمه، ومباراه القمه بيهيئ ليها بشكل مختلف. فممكن لاعب هو زي ما بنقول كده القمه بتصنع نجوم، ممكن يكون نجم في حته تانية محمد فخري ما بعد مباراه النهارده، مع ديانج اللي هو عامل التوازن في نص الملعب. ممكن الدفاع برده فيه مشاكل، لانه ايمن اشرف ممكن يدفع بيه كاستوبر كقلب دفاع، لان انت عندك خلاص قلب دفاع ما فيهوش حد من اللعيبه اللي بتشارك على طول، محمد عبد المنعم او متولي او ياسر ابراهيم، فانت هتدفع برامي ربيعه، محمد هاني، خالد عبد الفتاح النهارده يبدا المباراه اللي جاي في يناير كجهه يمنى، وده دوره ومركزه. تمام، محمد هاني ولا ايمن اشرف؟ انا اشوف يحط ايمن اشرف، وكده كده غايب عن المباريات بشكل كبير في الفتره الاخيره، على دكه البدلاء تحسبا انه اصابه علي معلول تعود، وهو كان عانى من شد في عضله السمانه خلال التدريبات الاخيره. فيبدا علي معلول، خد اللي عنده، كده كده عنده خمس تغييرات، خد اللي عنده يامنك لا قدر الله حصلت الاصابه او مش هيقدر يكمل على الاصابه، نزل ايمن اشرف في الجهه اليسرى علشان ما يحصلش لخفانه ودربكه اللي حصلت في الزمالك لما بدا يحط عمر جابر ولا مسلوسي يمين ولا شمال وسبعة بتشافي بره مثلا. فالقصه في انه في بعض التفاصيل الصغيره اللي هيلعب عليها مارسيل كولر، لكن التشكيله بشكل عام طبعا يعني على فرص الزمالك احسن على الورق منطقيا بدوافع الزمالك انه عايز يرجع، وتبقى بالنسبه له قمه من اجل العوده للمسار الصحيح بعد الخروج كمان من نصف نهائي كاس العام الماضي. حظوظه كبير، لانه كمان الزمالك لو انتقلنا ليه شويه، فيريرا مضغوط بس ضغطه هو بيحوله الايجابي، يعني حتى كلام الاداره الكتير عن انه في اختيارات مش اختيارات، لاعبين مش لاعبين، ما ينفعش ينفع، لا هو بيعرف يفصل حتى لو تغير بعض المسؤولين في الجهاز الفني معاه، لكن هو عارف كويس قوي حتى لو عايز هيخرج من نادي الزمالك هيخرج بشكل كويس، يخرج بشكل هو انا كبير زي ما خرج في 2014 2015. فالفكره في انه لا، مباراه كبيره، دوافع نادي الزمالك كبيره كمان لتصحيح المسار، مجموعه اللاعبين الموجودين في نادي الزمالك بتعرف تلعب في القمه، وكان اخر قمه تفوق في نهائي كاس مصر النسخه ما قبل الاخيره، وزيزو موجود على ارض الملعب، مجموعه اللاعبين الموجودين احنا بنتكلم عن دونجا، امام عاشور، زيزو امام عاشور، دول عاملين زي كده في الايه نقول ايه مثلا في الكره الطايره اللي هما السنتر والبصير اللي هما بيتبني عليهم الهجمه بتاعه الكره الطايره عشان تخلص، دول القصه بتاعه انه ازاي اخلص هجمه نادي الزمالك قدام النادي الاهلي والنواقص وعدم التوليفه اللي ما لعبتش مع بعض تقريبا غير في تقسيمات ولا حتى في وديات. فانت ازاي تضربها؟ تسديدات امام عاشور، تخليصات، مراوغات،
تفاهم وانسجام وربط حاجات صغيره فيما بين الثنائيات ممكن تعمل شغل كويس قوي. هدف امام عاشور اللي سجل في النادي الاهلي في المباراه الاخيره اللي اتحطت من على حدود ال 18 من اجمل الاهداف اللي ممكن لو اتعملت النهارده تتعمل لو ما فيش شفتات صح او ربط ومقابله لاعبي نص ملعب نادي الزمالك. نص ملعب هو المحور دايما في اللعب. بس اعتقد ان كولر خلاص يعني اكيد دارس طريقه لعب نادي الزمالك يعني، واكيد شاف المباريات اللي قبل كده اللي لعب فيها الاهلي والزمالك مع بعض عشان يشوف طريقه لعبهم عامله ازاي. صحيح، ولكن الاهلي هو اللي عنده مشكله فكره انه هم هيقدروا ينفذوا الضغط على سورسز مصادر قوه نص ملعب نادي الزمالك النهارده ولا لا. ده اللي هيفرق بقى في لعيبه النادي الاهلي وكيفيه التنفيذ لافكار مارسيل كولر، لانه جوزفالدو بريرا برضو على ما يرى انه عنده مشاكل فنيه وانه خسر مباراه وتعادل مباراتين ثلاثه في السكه وخسر كمان في نصف نهائي كاس مصر امام بيراميدز. لكن لا، الراجل ده لما بيفوق ويفوق لعيبته بغض النظر عن النظرات والكلام والحده والشده اللي كانت ما بينه وما بين بعض اللاعبين بما فيها زيزو على سبيل المثال في مباراه بيراميدز مثلا، والشكل كده اللي هو كان فيه تجاهم بشكل او باخر، لكن لا، لو فوق لعيبته علشان مباراه الزمالك تحديدا امام النادي الاهلي القمه، لا هتفرق بشكل كبير جدا. ولو خطف نادي الزمالك الايقاع والريتم ونص ملعب المباراه، لو اتحكم وسجل في نادي الاهلي في الشوط الاول ممكن يركب المباراه دي وما ينزلش الا بثلاث نقاط ويرجع تاني، لان هو عارف كويس قوي انه فرق 8 نقط هو هيبعد بشكل كبير وهيدي نفس جديد كمان لبيراميدز ولفيوتشر خلف النادي الاهلي، وممكن يبعد عن المشاركه الافريقيه، وده شكل مش حلو في ظل انه اصلا بينافس على دوري الابطال في نسخه هذا الموسم. طيب كنت بتتكلم عن يمكن فيريرا تفكيره دايما بيبقى ايجابي شويه، وفي ظل التحديات الكتير اللي هو بيواجهها دلوقتي الزمالك عنده دافع اكبر ان هو يرجع مره ثانيه، لكن في تراجع النتائج الاخيره وخروجه من الكاس مش دي حاجه ممكن تبقى مأثره سلبيا على اللعيبه هم بيلعبوا في الملعب مخليهم مش عايزين يأدوا باداء قوي جدا؟ انا بقول لك كده لان النهارده انت جماهير مستنيه الماتش النهارده، ففي ضغوطات على الفرقتين اكيد، لكن بنتكلم في دوافع كل فرقه. لو اتكلمنا في دوافع الزمالك بعد يمكن تراجع النتائج الاخيره، شايف ان ممكن فيريرا ياخد الموضوع بايجابيه فعلا؟ احنا في مصر متعودين ان اللي بيخسر مباراه بيلقي او بتلقي بظلالها النتيجه على المباراه اللي بعدها. المفروض في الكاتيجوري العاليه او في المستوى الكبير اللي من المفترض انه فيه الاهلي والزمالك زي اوروبا زي ليفربول مثلا يخسر مباراه بالاربعه وينزل يكسب بعد كده بالخمسه، يعني عادي فكره الفصل ده ممكن يحدث نادي الزمالك وبالذات لما تكون مباراه قمه، لانه الكل بيفصل ما قبل وما بعد وبيركز في مباراه القمه دي انا هعمل فيها ايه، حتى لو ما خدتش الدوري بس انا فزت على النادي الاهلي، ففكره انه انا بنافس بقوه وفزت على الغريم المباشر اللي هو النادي الاهلي بالنسبه لي. لا فيريرا لانه كمان لعب النادي الاهلي كتير وعارف افكار مارسيل كولر حتى لو ما واجهوش بشكل مباشر، الا انه عارف كويس قوي انه النادي الاهلي فيه نواقص ونواقص فنيه، هو يلعب 4 3 3 النهارده بدون ان يتم التغيير، ومش هيغير في فكره انه عواد يبقى موجود على ارض الملعب او عبد الشافي ممكن يبدا المباراه النهارده بالمناسبه، وهيخلي عمر جابر على دكه البدلاء اشوف كده مع وجود المسلوسي عبد الغني حسام عبد المجيد ممكن يبداوا المباراه، وهيخلي مصطفى الزناري برده على دكه البدلاء ما اعتقدش ان هو هيجازف بيه، ودي هتبقى دوافع للاعبين اللي استمروا في الفتره الاخيره وما يقتلهمش فنيا انه كان في اخطاء فنيه، فكره انه لا انا هديك الدافع ان انت تكمل كمان بس في مباراه القمه، فخليك صاحي بقى اوعى تغفل، لانه الدوافع اللي موجوده عند لاعبي النادي الاهلي ولو كانوا بدلاء او ما بيشاركوش بشكل كبير بما فيهم كهربا او في نص ملعب قلنا فخري ممكن يبدا النهارده المباراه او بعض اللاعبين اللي هم ما بيلعبوش مع بعض، لكن هيبقى عندهم اندفاع كبير قوي ان احنا عايزين نحقق ذاتنا. ازاي تمتص ده وتلعب على فكره انه انا تقيل على ارض الملعب؟ فهيدي اللاعبين دول بما فيهم دونجا امام عاشور اعتقد انه ممكن يبدا برؤى ما يبداش بعمر. الزمالك في غيابات برضو، في غيابات بس مش غيابات مؤثره لانه خلاص تعودوا عليها، فكره انه مين الونش عنده اصابه من فتره كبيره، الاثنين اللي عليهم الكلام طبعا فتوح وعبد الله جمعه، وابراهيم النضاي اصلا كده كده ما بيشاركش من بدايه الموسم الا على فترات وفترات متباعده واصاباته كتيره، فالاربعه دول ما ياثروش بشكل عام على الهيكل العام بالنسبه لنادي الزمالك اللي يقدر يهدد النادي الاهلي واطاره التكتيكي على ارض الملعب. انا شايف انه لا الزمالك اتقل بشكل او باخر، لكن القمه خارج التوقعات. النهارده الجزيري لو في حالته ممكن يوسف اسامه نبيه مع زيزو من على الطرفين يعملوا شغل كويس هجومي، وممكن ما يبداش بيوسف اسامه نبيه ويبدا بمصطفى شلبي كبدايه، لكن اشوف انه يبدا بمصطفى شلبي لانه مصطفى شلبي من اللعيبه عامل زي قفشه في النادي الاهلي كده، لو بديل ما بيضيفش ولما بينزل ما بيديش ايجابيه هجوميه، فيبدا بمصطفى شلبي النهارده ويخلي يوسف اسامه نبيه على فكره اللعيبه الصغيره في نادي الزمالك من الموسم الماضي لما تم الاستعانه بيها بسبب وقف القيد
لما كانت بتنزل كانت بتغير في النتائج وكانت سبب في تغيير مسار درع الدوري وراح لنادي الزمالك الموسم الثاني على التوالي. فليه ما تخليش اللعيبه الصغيره اللي هي عندها دوافع وهي على دكه البدلاء وبتعيش في المباراه تاخد دورها كبديل لانه صغير نازل عنده دوافع. مصطفى شلبي بيحس ان هو انا نجم كبير جاي من انبي بنزل ما بقدش. فانا شايف ان مصطفى شلبي النهارده هو اللي يبدا المباراه هيكون افضل فنيا بالنسبه لنادي الزمالك وهي افكار جيفالتو فريدر. هل الزمالك ممكن ينزل يهاجم من البدايه؟ افتكر كده الزمالك هيلعب من المباراه دي بالذات. هو الاهلي دايما هو اللي بيلعب على اول ربع ساعه انا عايز اخطف لكن الزمالك في المباراه دي هو اللي هيحجم هيضغط على حامل الكره بشكل قوي جدا. هو اللي هيحاول ياخد المبادره للايقاع لفرض الايقاع بتاعه ولو قدر ان هو يسجل من البدايه زي ما قلت هو هيهيمن على هذه المباراه. طب وعلى العكس لو الاهلي سجل في البدايه؟ لو الاهلي سجل في البدايه هتبقى هل هيقدر يهيمن على باقي المباراه ولا برضو في الامور امور؟ انا اشوف ان في الامور امور في المباراه دي تحديدا لانه انت ما تضمنش معدل اللياقه البدنيه اللي يخليك تكمل حتى لو سجلت من البدايه تحافظ على النتيجه. فبالنسبه لمارسيل كولر طبعا كل مدير فني بيقسم المباراه تكتيكيا وفقا لسير المباراه لو تعادل هتمشي ازاي خلال النص ساعه الاولى نص ساعه الثانيه وهكذا يعني. لكن لا مارسيل كولر في المباراه دي عامل لها حسابات لكل دقيقه بتمر على ارض الملعب لانه ما يعرفش المستوى حتى اللي ممكن يخلي واحد زي محمد فخري لو خد دوره في نص الملعب بدل من حمدي فتحي او حتى حمدي فتحي. ما هو لو رجع حمدي فتحي عنده اصابه كانت فانت لو رجع هتقدر تاخد منه 100% ولا لا لانه محور لعب في نص الملعب. فالمباراه بالنسبه لمارسيل كولر لا على المحك او فيها مخاطر وهو ماشي مشروع لهزيمه بالمناسبه لم يسقط في اي هزيمه افريقيا او محليا فعايز برضو يبقى الشكل الحلو حتى لو بيفقد نقاط بس يبقى شكله حلو على ارض الملعب انه لو ما كسبش في المباراه دي في الظروف دي ما يخسرش ما كسبتش ما خسرش او بالاحرى ما استقبلش لو ما سجلتش ما استقبلش في المباراه. ودي بقى قيمه قدره مارسيل كولر على انه يسيطر على نص ملعبه ودفاعه في هذه المباراه. وبقى الدوافع اللي قلنا عند كهربا فكره انه كهربا عايز يرد على المنتقدين فانا عايز اسجل كمان في مرمى الزمالك بعد ما جات له بطاقه ولو مؤقتا للمشاركه مع النادي الاهلي فعايز يرد مش بس قدام سموحه لان قدام سموحه ما نقدرش نحكم على اداء النادي الاهلي او اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي ان سموحه كان وكانه بيلعب مباراه فقد الامل من البدايه يعني. طيب عايز اسالك سؤال سريع جدا هل هيتم الاعتماد على محمد شريف ولا كهربا سريعا؟ انا اشوف انه هيعتمد على كهربا لو اعتمد على محمد شريف هيخلي كهربا كجناح طاير في هذه المباراه. طيب عظيم. واحنا بنتكلم طبعا عن القمه المصريه النهارده اللي هتجمع ما بين النادي الاهلي والزمالك في منافسات بطوله الدوري الممتاز. قبل هذه القمه لازم يكون في ترتيبات من ناحيه التنظيم والتامين عشان كده عندنا اسئله كتيره جدا مهمه ازاي هيتم تامين هذه المباراه الاجراءات اللي لازم جماهير القطبين تلتزم بيها. اسئله كتيره هنجاوب عليها دلوقتي مع ضيفنا اللي موجود معانا عبر زوم العقيد محمود القاضي مسؤول عمليات المجموعه الافريقيه لتامين مباراه الاهلي والزمالك. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا استاذ الشاذلي وصباح الخير على الاستاذه بسنت وصباح الخير على الساده المشاهدين. يا اهلا بحضرتك. في البدايه ازاي تم الاستعداد لهذه المباراه؟ الحقيقه طبعا الاستعداد لتامين مباراه القمه ده استعداد طبعا لا ينقطع نظرا لان طبعا القمه دي كلاسيكيه من كلاسيكيات الكره المصريه. الحقيقه احنا كان عندنا مباراه امبارح مباراه سيراميكا تم عمل بروفا المجموعه الافريقيه اتمت بروفا قبل مباراه سيراميكا يعني وضع الرتوش النهائيه قبل ان شاء الله المباراه وفي كمان بروفا هتتعمل النهارده استعدادا يعني ايه للمباراه. طبعا كان في اجتماعات امنيه سابقه من اكثر من 10 ايام بحضور المسؤولين في الناديين والمسؤولين على التنظيم وتم الانتهاء من كافه يعني كل التجهيزات واحنا جاهزين ان شاء الله لاستقبال الجماهير النهارده وبنتمناها ان شاء الله تكون عرس قروي يليق بالفرقتين ان شاء الله. طب ايه الخطه اللي تم وضعها عشان المباراه تكون مستقره طول 90 دقيقه يا فندم؟ طبعا احنا الاول هنتكلم على خريطه دخول الجماهير لارض الملعب عشان برضو بعض المشاهدين بيحبوا يطمنوا او يتاكدوا هيتوجه يدخل ازاي. هنبدا الاول بجماهير نادي الزمالك باعتباره الماتش للزمالك. النادي الزمالك مخصص للدرجه الثالثه يمين 3000 تذكره هيدخلوا من باب النصر ومنه مباشره الى المدرج. جماهير النادي الأهلي مخصص لها 3000 تذكرة هيدخلوا مخصص ليهم مدرج الدرجة الثالثة شمال هيدخلوا من باب صلاح سالم ومنه مباشرة إلى المدرج. في عندنا السادة الإعلاميين والصحفيين مخصص ليهم 70 مكان من خلال كشف معتمد
وهيدخلوا بموجب الكارنيه، هيدخلوا من باب آل رشدان وهيتوجهوا داخل الاستاد إلى المدرج الخاص بالصحفيين والإعلاميين بالدرجة الثانية. في عندنا حضرتك 40 مصور فوتوغرافي مصرح ليهم بالتواجد داخل الملعب. فاضل لنا المقصورة الرئيسية ودي للسادة الضيوف، وهيبقى مخصص ليها 25 كرسي لمجلس إدارة النادي الزمالك، و25 لمجلس إدارة النادي الأهلي، و25 لاتحاد الكرة، و25 لجنة الأندية، بإجمالي 100 مكان. دول من خلال كشوفات معتمدة والدخول بالتحقيق الشخصية الخاص بيهم كده. ده هيبقى فاضل لنا بس اللاعبين والحكام، ودول هيدخلوا من باب مختلف تماما عن كل الابواب اللي احنا قلناها، باب الفروسية ومنه الى غرف اللاعبين والحكام المخصصه ليهم. عظيم. البوابات هتفتح الساعه كام يا فندم، ولحد امتى في امكانيه الجماهير ان هي تدخل؟ تمام. المباراه ان شاء الله هتبدا الساعه 8:30 مساء، فتح البوابات اعتبارا من الساعه 5، وهتستمر حتى الساعه 8، من 5 لـ 8 ان شاء الله جاهزين لاستقبال الجماهير. طيب ايه الموانع يا فندم المحظور دخولها مع الجماهير داخل الاستاد؟ بالنسبه للموانع، طبعا هو المباراه بتاعت النهارده هي مباراه ضمن الجوله، ختام الجوله 14 من الدوري، مفيش اي اجراءات استثنائيه بخلاف اللي بيحصل في كل الماتشات اللي فاتت في الدوري. ولكن انا احب اكد على ان طبعا الممنوع اصطحاب الشعلات الحراريه اللي هي الشماريخ، ممنوع اصطحاب اي مواد غذائيه، اكل او شرب في معلبات مغلقه، ممنوع اصطحاب السجاير والولعات ومشتقاتها وخلافه. بأكد برضو على عدم تواجد أي مواد دعائية، سواء كان على تيشيرت أو على لافتة تحمل أي حاجة دعائية، مادة دعائية أو مادة مسيئة لأي حد خارج السياق يعني. طيب عظيم. بخلاف كده ان شاء الله الامور ان شاء الله تكون ميسره. احنا مجهزين الاطقم مدربه على موضوع التفتيش وتسهيل وسير الجماهير، في عناصر امن نسائي متواجده على البوابات وفي المداخل لتوجيه الجماهير اللي هتكون متواجده، في خطه التامين طبعا تم وضع خطه تامين محكمه لارض الملعب للسيطرة على أرض الملعب وعدم تواجد أي حد مش مصرح ليه، وتوفير الأجواء المناسبة للمباراة دون أي يعني زيادة أو دون أي حاجة أكتر من اللازم. الماتش إن شاء الله هو بالنسبة لنا مباراة عادية، لأن دي القمة رقم 8 اللي تقوم الشركة الإفريقية بتأمينها، فسبق وأمننا 7 مباريات سابقة للقطبين الأهلي والزمالك. إن شاء الله إحنا جاهزين، ننتظر التوفيق من ربنا وننتظر التزام ووعي الجماهير. عظيم جدا. هل في رسالة في النهاية حضرتك تحب توجهها لجمهور الفريقين؟ طبعا هي الرسالة يعني الروح الرياضية. المباراة هي مباراة عادية، الدوري كتير، مباريات كتيرة، دي مش نهاية المطاف. شجع فريقك، افرح لو فريقك كسب، طبعا اكيد هتزعل لو فريقك خسر، بس دي مش نهايه الدنيا. صحيح. الرياضه مكسب وخساره، نهني الكسبان ونقول له مبروك، ونقول للمهزوم يعني هارد لك، وان شاء الله يعني قطبين الكره المصريه دول يعني مصر كلها مقسومه اهلي وزمالك، فيعني دي في الاخر مباراه كره، نتمنى ان هي تخرج في اطار الروح الرياضيه ان شاء الله. كل الشكر ليك طبعا العقيد محمود القاضي، مسؤول عمليات المجموعه الافريقيه لتامين مباراه الاهلي والزمالك، شكرا جزيلا ليك يا فندم. نرجع مرة تانية للناقد الرياضي محمد عفيفي اللي منورنا في الاستوديو. عفيفي، عايز اسألك بقى السؤال، رأيك ايه في طاقم التحكيم الجديد؟ محترم، شفناه في كأس العالم، يمكن حكم اشهر مباراة بالنسبة لنا هي مباراة المملكة العربية السعودية والارجنتين اللي فازت بيها المملكة العربية السعودية. لا ماشي بشكل كويس الطاقم السلوفيني نفسه بشكل عام، بما فيهم حكم رابع هيكون مصري طبعا، لكن الطاقم اعتقد طاقم تم انتقائه بعناية. انا شايف ان المصريين كان لازم ان هم ياخدوا فرصة، ولكن علشان بس شد وجذب في الفتره الاخيره فخلينا بحكام اجانب وده افضل. والاهم ان الجمهور كمان زي ما المسؤول التامين اتكلم عن انه الناس تشجع بس فرقتها وما تتكلمش عن اي حد بره، شجع فرقتك واحترم الفريق الغريم، لانه في كل الاحوال كلنا واحد. وانا قلتها في البدايه حتى، انا قلت مصر هي الاولى والاولى وكمان اولا، فان شاء الله اللعيبه نفسهم اصحاب مع بعض وبيخرجوا مع بعض وعادي جدا، احنا ليه نتعصب؟ هو شغل كوره على ارض الملعب، وبعد كده الامور بتبقى طبيعيه. صح. جدا، وان شاء الله تمشي زي ما بنتمنى، لانه
ده توقعاتك سريعا. طيب انا اتوقع ان هو يبقى تعادل، هذه المباراه هتبقى تعادل سلبي او ايجابي. بس الاجابه اللي في النص دي انا عايز توقعات بالارقام 2-1 3-1 عايز لا والله انا شايف انه ممكن المباراه دي تنتهي 1-1 في الاخير. يعني انا شايف ان اقرب انها هتبقى تعادل، لانه الدوافع من الاثنين هتعمل حاله فنيه كبيره. بس ده مش اخر لقاء بيننا يا عفيفي، فهنشوفك تاني وانا اعرف لو كل الشكر ليك الناقد الرياضي محمد عفيفي على وجودك معنا النهارده. شكرا ليك يا عفيفي. شكركم جدا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. كالعادة متابعتنا لمنتخبنا الوطني لكرة اليد مستمرة وتشجيعنا ودعمنا الدائم ليه مستمر. المنتخب الوطني لكرة اليد هيدخل رابع مواجهاته قدام المنتخب البحريني ضمن منافسات الدور الرئيسي لكأس العالم في السويد، والمنتخب المصري بيواصل لسه عروضه القوية في البطولة قدام فرصة كبيرة جدا للتألق والإبداع في مبارياته اللي جاية إن شاء الله. هل عندنا فرصة حقيقية إن احنا نحصد هذه البطولة؟ إزاي استعدينا للبطولة وإيه الدور الأنبي للاتحاد المصري لكرة اليد عشان يبقى فيه إعداد لهذا الجيل المقاتل؟ أسئلة كتيرة في الحقيقة حابين نسألها وهنجاوب عليها النهاردة مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الأستاذ ياسر الرملي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. أنا بهنيك وبشكركم على دعمكم الكبير لمنتخبنا الوطني وعلى أنكم فرحتونا كجمهور وودتونا أمل أن احنا قادرين نشوف مصر توصل لكأس العالم وإن شاء الله تكسب. إيه اللي حصل عشان يبقى عندنا جيل مقاتل وقوي واستثنائي خليني أقول زي الجيل الموجود دلوقتي لكرة اليد؟ والله الموضوع مش وليد اللحظة أو السنة دي أو كده، ده حاجة اعداد طويل. الحمد لله الاتحاد المصري من اكتر الاتحادات المنظمه من التسعينات في سيستم ماشيين عليه. احنا عندنا 17 مشاركه في كاس العالم، في منافسات كانت قويه على الفترات اللي فاتت، اخذنا مركز رابع، عندنا ثلاث مراكز، مركز سابع سادس. فاحنا دايما كره القدم المصريه يعني تخطت التمثيل المشرف. الحمد لله احنا بننافس وبتيجي بقى على فترات. الحمد لله احنا في التسعينات كان عندنا جيل اللي اخذ كاس العالم للشباب في 93، قدرنا بعد كده الولاد دول لما تصعدوا باعداد مميز بخطه مميزه بداوا اخذوا اربع بطولات كاس عالم بعد كده، هو ما بين السادس للرابع سابع ثامن مستوى معقول برضو. ان انا اوصل في كاس العالم للرابع مستوى معقول. طبعا انت حضرتك بيبقى عندك 8 فرق ما حدش عارف مين اللي هيكسب، بيبقى بقى التوفيق في فرقه بتبقى هي يمكن المرشحه الاكثر شويه، بيقابلها ماتش بتبقاش موفقه، انت عارف الفروق بتبقى جون جونين. فانت انما احنا الحمد لله نقدر نقول ان احنا من احسن 5 فرق حاليا. الحمد لله ان شاء الله كده بالتوفيق من ربنا، والولاد طبعا مش مقصرين، ان شاء الله نقدر نسعد الجمهور. ومتهيألي كرة اليد المصرية تستحق ميدالية إن شاء الله. يعني احنا عندنا ميداليات في الشباب في 93 زي ما قلت حضرتك، عندنا 2 برونز في بطولات العالم للشباب، عندنا بطولة العالم للناشئين جيل 2000 احنا أبطال عالم ناشئين. فالحمد لله ده كل ده بيدي ثقة، عندنا أولاد محترفين بره الدوري في مصر، هنا الأندية والاتحاد في خطط ماشية يعني عظيم. هنتكلم طبعا عن دعم الاتحاد للعيبة، لكن عايز اتكلم عن الراجل الثعلب ده باروندو. ثعلب هو معانا بقاله قد ايه وازاي مخلي اللعيبة عندها الروح القتالية العالية دي؟ طبعا باروندو من المدربين المميزين، ويمكن ظهر مع المنتخب المصري في تناغم ما بينه وبين اللعيبة. هو معانا دلوقتي بقاله 4 سنوات الحمد لله. يعني الولاد كمان مستوى الفريق المصري مساعد، انت عندك بالزبط. نجوم دلوقتي مصنفين على مستوى العالم، يمكن في عندنا يحيى خالد، يحيى الدرع، علي زين، نجوم كتيره من تقدر تقول ان هم من الكلاس اي على في المراكز بتاعتهم يعني. فالحمد لله احنا خطط ماشيه على 4 ابطال افريقيا، عملوا معسكرات اعداد حوالي 6-7 معسكرات،
قابلوا فرق اوروبيه فبتضيع من عند حضرتك رهبه انك راح تلعب الدنمارك. بالظبط ده اللي انا كنت عايز اساله، هل الشطاره في الملعب دي سببها الاحتكاك الدائم باللعيبه عالميين دي حاجه، وتاني حاجه احتراف يمكن لعيبه فتح باب الاحتراف للناشئين من سن صغير ان هم يروحوا يحتكوا بلعيبه بره وانديه كبيره، عندنا لعيبه في المنتخب 11 لعيب في المنتخب عندنا تقريبا محترف ومنهم حد في لعب في فريق زي برشلونه، فهل ده السبب اللي احنا عندنا الجيل الاستثنائي ده؟ اكيد هي عده اسباب طبعا. في التخطيط الاول ازاي بتخطط المراحل السنيه، التدريبات احنا بنبتدي الدوري عندنا من سن 8 سنوات في بطولات مصغره، فانت بتقول ده تخلي الولاد في احتكاكات من هو صغيرين في بطولات جمهوريه، في الدوري شغال بتدي بعض الحاجات اللي انت بتحتاجيها. يعني احنا عندنا يمكن الدوري في مصر اللعيب الاشول، انت عارف حضرتك اللعيب الاشول بيبقى مميز، فمن زمان عاملين ان في سن معين اللعيب الاشول لما بيبقى طويل بيشوط من بره الجون بتحاسب باتنين، بتلعبي فتره كنا بنضيع ضربات جزاء كتير جدا، فاكر انا في سنه من السنوات عملنا ان كل الماتشات بيبقى يتلعب 5 ضربات جزاء في كل ماتشات الدوري وليها نسبه في حاله التعادل او كده الولاد بتبقى مؤثره، بنشجعهم عشان يتدربوا عليها كويس. فدايما النظام المسابقات بيساعد ان احنا في قلب صاله فرنسا الحمد لله كانت الماتش يعني طلع 33-32 يعني فرق جون فقط يعني، فالاحتكاك مستمر على مستوى الكبار والناشئين بحيث الاولاد الناشئين يطلعوا عندهم خبرات ما يبقاش يهاب الماتشات العالميه او الفرق الكبيره يعني. عظيم. احنا حتى الان في هذه البطوله لعبنا 4 مباريات، النهارده ان شاء الله المباراه 5 مع البحرين. اداء المنتخب خلال الفتره اللي فاتت يا استاذ ياسر، اذا حضرتك شايف ان هو خلى العالم كله يغير نظرته لمصر، يقول ان المنتخب منتخب مصر ده منتخب صعب ما هوش سهل لازم نعمل حسابه. اكيد طبعا انت حضرتك احنا المنتخب الاحصائيات طالعه ان احنا احسن دفاع في البطوله حاليا، فباين ان اللعيبه الدفاع عندنا الاجوان الحمد لله، حراسه المرمى احسن نسبه على مستوى حراسه المرمى الفرق كلها، يعني احنا متوسط الصد او نسب النجاح صد الحراس عندنا 39%، دي اعلى اكتر فرقه بعدين 34 يعني في 5%، فالحمد لله الولاد موفقين. افريج انك بتسجل في الماتش 33 يعني مسجلين 99 جون ودخل فينا 66 جون، فال 99 يعني انت عندك قدره تهديفيه حاليا بتقدر في الماتش تعدي ال 33، فدايما في حسابات في كرة اليد كده، لو حارس المرمى بتاعك كان موفق وعدى نسبه 35% وانت قدرت تعدي ال 30 جون، لا بتبقى فرصك انك انت تكسب كتير يعني. يمكن الجيل اللي قبل ده كمان احنا يعني كنا دايما نسمع حتى على نبيل جوهر واسامي كبيره جدا جدا، قد ايه دعم الاتحاد مهم عشان يطلع اجيال استثنائيه زي اجيال كره اليد او منتخبنا الوطني لكره اليد؟ طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك هو السيستم من ايام ما كان الدكتور حسن مصطفى هو رئيس الاتحاد، السيستم موجود لحد دلوقتي في متابعات، طبعا وجود الدكتور حسن مصطفى على راس الاتحاد الدولي بيدينا بعض التدعيمات، اي نعم هو رئيس اتحادات جميع الدول انما طبعا كمصري مخلص دايما طبعاً هو داعم للكره المصريه، فاحنا عندنا سيستم ماشيين بيه. عايز اقول لحضرتك في حاجات، انا تشرفت ان انا كنت مدير منتخب مصر لكره اليد في 93 اللي خد كاس عالم مع كابتن جمال شمس وكابتن الفي، فعايز اقول لحضرتك احنا لحد دلوقتي يمكن في معظم الاستراتيجيات بتاعت الاتحاد هي واضحه وموجوده من ساعتها، كل فتره بقى بيجي حد يعدل حاجه في حاجه ظهرت او كده، انما الثوابت موجوده وهو ده احد اسباب نجاحنا الحمد لله. طيب عايزين نغتنم وجود حضرتك معانا واتكلمنا عن الفنيات شويه، يعني احنا عارفين ان المباراه شوطين، احنا خلاص كمصريين بدانا بقى نهتم ونحب هذه اللعبه بجد يعني. اكيد. 60 دقيقه بالثانيه، هل اللي بيميز فريق عن فريق عدد الاهداف ولا الفرق ما بين الفريقين ولا ان انا افوز وخلاص؟ هو لا حضرتك مفيش فوز وخلاص، يعني انت بتيجي في الماتشات الكبيره قوي طبعا من اول دور الثمانيه كل الفرق بتبقى مرشحه، بيميزك حاجات بسيطه جدا، توفيق اللعيبه، اخطائك القليله، الاوقات الحاسمه بتاعت الماتش، ممكن جون ما يبقاش موفق، الايقافات والحاجات دي
تلاقيه في اخر 5 6 دقائق شال له 3 4 كور في وقت منافس بتقوم الفرقه. فعايز اقول لحضرتك احنا عالم حاليا دلوقتي مستواه ما شاء الله، فاصابته جت في وقت قاتل قبل البطوله، انما الحمد لله يعني محسن رمضان عامل بطوله كبيره جدا في مهاب 2002 بيكمل المركز، يعني شاب عنده 20 سنه هو داخل في بطوله عالم بيلعب خبرات كبيره جدا. فده الحمد لله وجود ده بقى اللي ماشي حاليا الفتره اللي جايه للاتحاد ان شاء الله في تدعيمات. متوسط العمر عندنا في لعيبه كتيره 2000 من وليد 2000 متوسط العمر للمنتخب ان شاء الله بيدينا ان اللعيبه دي يعني 75% لسه مكمله كمان خبرات بتتولد. الفرق اللي طالعه الحمد لله فيها عناصر واعده، فان شاء الله يكون ازاي المنتخب الوطني هيستفيد من تعادل كرواتيا والدنمارك؟ هنستفيد منه ان انت لو تعادلتي مع مثلا الدنمارك الماتش اللي جاي هتبقى انت الاولى. طبعا الميزه ان احنا نطلع اوائل او اهميه ان احنا نطلع الاول في الدوره دي ان احنا نبعد عن ملاقات السويد اللي هي حاليا خلاص بقت اول المجموعه الثانيه. فالسويد طبعا لو هنلعبها لو احنا لا قدر الله خسرنا من الدنمارك دلوقتي هنطلع الثاني، فهتلعب السويد. السويد على ملعبها برضو ماتش صعب، الجمهور بيبقى طبعا دعم ليهم وهيبقى ماتش صعب جدا يعني طبعا. وماتش دور الثمانيه دور مهم، فحاليا احنا ممكن يصعد للدور اللي جاي فعنده دوافع وعنده اثبات. هو برضو الفرقه الوحيده في اسيا حاليا مكمله، فيعني طبعا ماتش قوي مع مدرب كويس عندهم عناصر كويسه، بس ان شاء الله يعني التوفيق هيحالف المنتخب المصري لو كل الامور ماشيه زي ما احنا عايزين ان شاء الله. يعني احنا واخدين بيكم بجد قدوه، يعني حابين ان بقيه الاتحادات برضو تبقى بتعمل زيكم، لانه انتوا طلعتوا جيل من اللعيبه اللي النهارده مش بس بينافسوا على كاس العالم، لا دول بينافسوا بشراسه، وزي ما حضرتك قلت ما بيعتبروا من الاي كلاس. تمام. يعني اللعيبه او لعيبه مصر هم من افضل 4 منتخبات على العالم في كره اليد. في الحقيقه شرفتونا وخليتوا عندنا امل كده حلو، وخليتونا عايزين نتفرج على رياضه تانية وهي رياضه كره اليد. كل الشكر ليك استاذ ياسر رملي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد. شكرا ليك يا فندم على وجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك محمد. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة. كما تفقد الرئيس السيسي محور أحمد عرابي الذي تم ربطه بالطريق الدائري ومحور الفريق كمال عامر، ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حية وطرقا محورية جديدة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل المحافظة وربطها بالمحافظات المجاورة، وذلك في إطار المخطط القومي للمحاور والطرق على امتداد جميع محافظات الجمهورية، مما يساعد على سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية وفق استراتيجية التنمية المستدامة في الدولة. عقد النائب العام المستشار حمد الصاوي لقاء ثنائيا مع نظيره القاضي يوسف زيابات رئيس النيابة العامة لدى الأردن، وتضمن اللقاء عرض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستويات القضائية، حيث أبدى النائب العام استعداد النيابة العامة لاستقبال الأشقاء من أعضاء النيابة العامة الأردنية والقضاة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، وذلك لعقد دورات تدريبية لهم في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حرصا على نقل الخبرات وتبادلها. ومن جانبه رحب الجانب الأردني بضرورة عقد دورات تدريبية خاصة في الموضوعات التي تستحوذ على الاهتمام في الفترة الأخيرة كالجرائم الإلكترونية.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن التحالف الداعم لأوكرانيا يزداد صلابة منذ أول يوم من بدء العملية العسكرية الروسية. وأضاف بلينكين أن المساعدات العسكرية تستمر في التدفق على أوكرانيا وفق ما تحتاجه، لافتا إلى أنه تم إرسال عدد كبير من دبابات برادلي وأن دولا أخرى داعمة لأوكرانيا فعلت الشيء نفسه. قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف إنه أجرى نقاشا صريحا مع نظيره الألماني بوريس بيستورايوس بشأن تزويد بلاده بدبابات ليوبارد الألمانية، مضيفا أن المحادثات ستستمر. وتأتي تصريحات ريزينكوف بعد أن حضر اجتماعا لوزراء دفاع حلف الناتو في ألمانيا، هذا ولم يتوافق حلفاء أوكرانيا على تسليم الدبابات إلى كييف، ويشترط موافقة ألمانيا التي تصنع دبابات ليوبارد على أي نقل للدبابات إلى دول أخرى. تبدأ باكستان في مارس المقبل استيراد النفط والغاز من روسيا بشروط تضمن منفعة اقتصادية متبادلة لكلا الطرفين. وأكد بيان باكستاني روسي مشترك أن الطرفين اتفقا على أنه بمجرد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية ستتم هيكلة تبادلات النفط والغاز بطريقة تستمد منها الدولتان منفعة اقتصادية متبادلة. وأضاف البيان أن هذه العملية ستستكمل في مارس المقبل بعد اجتماع سنوي للتعاون التجاري والاقتصادي في إسلام أباد. لقي ما لا يقل عن 28 شخصا حتفهم في انهيار جليدي في مدينة نينغانشي في منطقة التبت جنوب غربي الصين. وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية شينخوا أن عملية الإنقاذ في مكان الحادث انتهت. وقال مسؤول حكومي محلي أنه تم العثور على 53 ناجيا، 5 منهم أصيبوا بجروح خطيرة. ختام موجز التاسعة فاصل، ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. في الأيام اللي فاتت شفنا وتابعنا انطلاق تصوير العديد من المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان اللي جاي، ده بعد فترة من التحضيرات والترتيبات. هتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توليفة كده، توليفة مميزة ومتنوعة من الأعمال ما بين الاجتماعي، الشعبي، الكوميدي، الصعيدي، التاريخي وأيضا الديني. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن بوادر هذا الموسم الدرامي الرمضاني من ضيفنا الناقد الفني عماد يسري. صباح الخير عليك يا استاذ عماد، منورنا. صباح الخير عليكم، وصباح الخير على الساده المشاهدين، وصباح الخير يا مصر. يا اهلا بيك يا فندم، منور. في البدايه كده، استعدادات الموسم رمضان بتكون مختلفه شويه، فشركات الانتاج ازاي بتستعد، ازاي بتفكر، هل بتشوف اللي حصل له رواج السنه اللي فاتت مثلا او الموسم اللي فات فنبتدي نكثف منه او نشتغل عليه، هل بنفكر ناخد طريق مختلف شويه ونبتدي نخلي الناس تهتم بيه؟ طيب اسمحوا لي في البدايه ان انا اقدم كل التحيه والتقدير لارواح عظماء من مبدعي وفناني مصر اللي رحلوا في 2022 واللي اثروا الشاشه المصريه والعربيه باعمال عظيمه في الدراما والسينما والمسرح. وخلينا نتكلم ان الدراما المصرية هي أحد أزرع القوى الناعمة لمصر، ويمكن مصطلح القوى الناعمة ظهر في تسعينات القرن الماضي ما جوزيف ناي أطلقه، وهو جعل الناس ترغب فيما أنت راغب فيه. ده كان المعنى اللي أطلقه في تسعينات القرن الماضي. طبعا مصر طول عمرها مؤثرة بمبدعيها وفنانيها عبر العصور المختلفة.
احنا دلوقتي مثلا حاليا واحنا عندنا مسلسلات الاوف سيزون وفي حاله من الجدال على السوشيال ميديا ان في اعجاب شديد بما يقدم حاليا على شاشات المختلفه، على الشاشات المتحده المختلفه، ويمكن انا يمكن من امبارح بالليل شايف كلام كتير مثلا على مسلسل وبيننا معاد للنجوم صبري فواز وشيرين رضا، ويمكن الكل مستني مثلا الحلقه ال 15 عرضها. يكفي ان كمان شفنا جمال مثلا في، يعني انا يمكن عشان متابع المسلسل شويه، شفنا مثلا جمال مدينه الاسكندريه بشكل تاني، وده اللي احنا دايما بنقوله، ازاي نسوق لمصر سياحيا من الدراما. يمكن حتى هم كانوا اطلقوا في الحلقه ال 13 اهداء لمدينه الاسكندريه الى المدينه التي لا تتشابه مع مدن كثيره، مدينه الاسكندريه. وقصه مختلفة، قصة فيها حياة الأب المصري والأم المصرية وعلاقات اجتماعية جميلة لهاني كمال طبعا، اللي هو برضو قبل كده قدم لنا أبو العروسة، وهو دايما متفرد في تقديم شخصية الأب المصري بشكل مختلف. طبعا احنا بنتكلم خلاص يمكن مارس 23 مارس ان شاء الله شهر رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين والسادة المشاهدين. طبعا الشركة المتحدة أعلنت عن العديد من الأعمال الدرامية التي سوف تعرض على شاشاتها، واللي من خلالها، من خلال إنتاجها ومن خلال تعاون شركات الإنتاج من كبار شركات الإنتاج معاها. ودايما الشركة المتحدة بتعرض قصص من واقع المجتمع وفيها رسائل إيجابية، لأن هو ده دايما دور الدراما، دور الدراما اللي احنا نقدم رسائل إيجابية وليس نقدم صورة سوداوية للمشاهد بدون اللي احنا ما نقدملوش مثلا حلول. طبعا بيبقى فيه مشاكل، اكيد فيه مشاكل، ده واقع مجتمعي، لكن الواجب في عندنا في الدراما اللي احنا نقدم الحلول والنماذج الجيده والنماذج اللي فيها امل للمشاهد. طبعا في مسلسلات اللي 30 حلقه موجوده، في كمان السنه دي في اكتر مساحه اكتر لمسلسلات ال 15 حلقه، ودي استجابه الشركه المتحده للمشاهدين اللي دايما بيطالبوا ان ده يبقى موجود على الشاشات. شايفين طبعا نجوم الصف الاول متواجدين، يعني مثلا منى زكي موجوده بمسلسل 15 حلقه من تاليف خالد وشيرين دياب واخراج محمد شاكر خدير. في مثلا طبعا طارق لطفي موجود مذكرات زوج مع خالد الصاوي اخراج تامر نادي. في كمان احمد امين، في دنيا سمير غانم داخله، في طبعا الفنان النجم ياسر جلال داخل ب 15 حلقه. طبعا السنة دي كمان في التنوع، وخليني أشكر الشركة المتحدة على ده، إن في تنوع في الدراما ما بين التاريخي وما بين الديني وما بين الدراما الشعبية والساسبنس والاجتماعي. فعندنا مسلسل ديني الإمام الشافعي، وده بطولة النجم خالد النبوي وإخراج الليث حجي. وإحنا عندنا كمان السنة دي في تعاون عربي مصري في الدراما، فعندنا في مسلسلات ال 15 حلقة شوف نجوم الصف الأول بيشاركوا فيها. طبعا عندنا المسلسلات هم اصلا دلوقتي بقوا بيفضلوا، يعني لما بيطلعوا يتكلموا دلوقتي في المسلسلات في البرامج بيقولوا انه احنا بقى بالنسبه لنا افضل بكتير نقدم محتوى 15 حلقه لكن يبقى كبسوله كده مكثفه من الفن والكريتيفيتي او الابداع في حاجه بسيطه بدل ما اقعد 30 حلقه. ده طيب حقيقه، وده دور المنتج، ده دور المنتج حقيقي. وفعلا ده الشركه المتحده حقيقي. دايما لانها قبل تقديم اي عمل بتبحث ان ما يبقاش فيه تطويل، ما يبقاش فيه مط، فده دور الانتاج. طيب احنا عايزين نعرف بقى من حضرتك، يمكن اتكلمنا عن نجوم زي منى زكي، خالد الصاوي، طبعا لطفي. ياسر جلال، طارق لطفي، مين تاني هيبقوا نجوم صف اول مش بس في المسلسلات ال 15 حلقه، لا في السباق الرمضاني؟ هيبقى عندنا طبعا محمد رمضان، النجم محمد رمضان، ويمكن راجع للتعاون من جديد مع المخرج محمد سامي في العمده، وطبعا بتشاركوا النجوم زينه وايمان العاص
العباسي والعديد من النجوم. ويمكن كان في موقف جميل لمحمد رمضان مع فنان اما كان بيكلم ان عاوز يشتغل ظروفه وعلى طول تم. وعلى فكره ودي كمان كان من النجم محمد رمضان ومن الشركه المتحده يعني في ان واحد، ودي كانت استجابه سريعه. وهو ده دور الشركه المتحده، الدور الاجتماعي كمان، اللي احنا كل فنان اللي احنا بنبحث عنه وبنقدمه يعني بنهتم بالفنانين. في طبعا المخرج الكبير خالد يوسف راجع بمسلسل السلطان، سر السلطان، اللي هو عن قصة يوسف إدريس سر باتا، وده فيه 60 نجم. المسلسل بيضم حوالي 60 نجم من نجوم الصف الأول، وهو يمكن عن العصر الحاضر وعن بيرجع للحملة الفرنسية. وده طبعا رجوع للمخرج خالد يوسف بشكل مختلف. في طبعا روبي النجمة روبي بتقدم برضو العمدة، من تأليف طبعا الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج المخرج عادل أديب. في عندنا برضو من ضمن المشاركين برضو في السباق الرمضاني كتير جدا، زي طبعا الفنانة يسرى برضو مسلسل اجتماعي كوميدي برضو السنة دي الحمد لله على السلامة. وطبعا نيلي كريم بقى مفاجأة السنة دي سعيدي فعلا سعيدي طلع بقى السنة دي عملة نادرة سعيدي. ويمكن ده كان الجديد، تأليف طبعا الكاتب الكبير مدحت العدل وإخراج مندو العدل، وطبعا ده شيء جديد. ياسمين عبد العزيز طبعا ضرب نار مع النجم أحمد العوضي ومصطفى فكري المخرج، وتأليف ناصر عبد الرحمن. فعندنا حالة طبعا مش هننسى بقى إيه الكوميديا اللي كنا بنستناها الكبير قوي. الكبير قوي طبعا موجود طبعا، بيسألونا في الكنترول دلوقتي الكبير موجود ولا لا. الكبير موجود طبعا. الكبير قوي طبعا تأليف أحمد الجندي، وطبعا رحمة أحمد موجودة طبعا بكل كرول الكبير قوي. فعندنا حالة تنوع. هل أكرم حسني مشارك السنة دي؟ أكرم حسني لا، لغاية دلوقتي ما فيش يعني ما تمش الإعلان عن ده. وإحنا منتظرين يعني، إحنا تعودنا يمكن على أكرم حسني وعلى نجاحاته المختلفة في العالم. أنا بسألك عشان هل في أعمال تانية كوميدية غير الكبير؟ لا، ممكن يبقى فيه على شاشات أخرى غير شاشات المتحدة. لكن إحنا بنتكلم من الشاشات المتحدة، يمكن إحنا بنقول حوالي 15 عمل تقريبا لغاية دلوقتي، يعني حوالي 15 عمل. والسنة اللي فاتت كان حوالي برضو 14 عمل. يمكن دايما الشركة المتحدة بتعمل حالة توازن. وخليني أتكلم على حاجة بقى مهمة، أهم كمان من الدراما التلفزيونية للمشاهدين الكبار. يحيى وكنوز ومسلسل الكرتون اللي الجزء الثاني اللي هيبقى في رمضان طبعا، وده دور مهم جدا اللي احنا نعرف التاريخ المصري للأطفال من خلال مسلسل كرتون. يمكن بيكتبه الكاتب محمد العدلي طبعا، وطبعا استاذ الحقيقه وعامل مؤثر بشكل كبير جدا في الجزء الاول. ما هو ده دور الانتاج، ده دور الانتاج اللي احنا دي القوه الناعمه، واللي احنا لازم نقدم للطفل في رمضان جرعه من الحاجه اللي بيحبها، مسلسل كرتون، ويبقى جاذب ليهم. خصوصا كمان الكتابه للطفل ما هياش سهله طبعا، الكتابه للطفل طبعًا صعبه جدا. فكره انك تعرف الطفل هيتقبل المعلومة ازاي، هيتقبل الكلمة ازاي، هيفهم أي نوع من الكلمات، الطريقة اللي هيفهمها، السرد، التسلسل، كل الحاجات دي بصراحة أبدع فيها محمد العدل. وهقول لحضرتك كمان، وإزاي كمان اللي أنت تستعين بأصوات كبار النجوم اللي هو الطفل متعود على صوتهم أن يبقوا موجودين، فده كمان عامل جذب ليهم طبعا. فطبعا بشكر الشركة أن كمان دورها في أنها تقدم مسلسل كرتون للأطفال في رمضان، زي ما كنا كلنا بنستنى بكار، بقى برضو دلوقتي يحيى وكنوز. عندنا مسلسلات تاريخية صح؟ مسلسلات تاريخية طبعا، اتكلمت طبعا عن خالد النبوي والإمام الشافعي، وطبعا بيكتبوا الكاتب محمد هشام عبية، وبيخرجوا الليث حجي المخرج السوري. وطبعا احنا بنتكلم بقى مستنيين خالد النبوي وبنقول 15 حلقه، مرحله ازدهار فني نقدر نقول، او طبعا السنة يعني اللي هو طول عمره، بس يعني بقاله كام سنه كده متالق في اختياراته، يمكن الناس حابه جدا. هو كان السنه اللي فاتت بالزبط، ونجح نجاح كبير جدا. لانه كمان كان عن قصه ادبنا وكاتبنا الكبير عميد الدراما المصريه اسامه انور عكاشه، كان القصه، وكان طبعا السيناريو حوار لمحمد سليمان عبد المالك. فطبعا
شيء فعلا خالد النبوي باختياراته ويمكن التعاون مع الشركة المتحدة أثمرت عن نجاحات. يعني آدي بإذن الله السنة دي في نجاح مختلف، في نجاح كلنا كنا دايما بنسأل أين المسلسل الديني، فالسنة دي موجود المسلسل الديني. عظيم. أستاذ عماد، الجمهور المصري هو جمهور ذواق، الكل بيعمل حسابه، أي شركة إنتاج مصرية مش مصرية الكل بيعمل حساب الجمهور المصري لأنه عارف أنه هو ذواق، مهما مرت علينا من مراحل واتجاهات لشركات إنتاج أو لسكريبت أو لمؤلف أو أو، لكن بنرجع مرة تانية. فإيه رأي حضرتك في العودة هذه المرة أن الشركة المتحدة حريصة على أنها تقدم للجمهور فن محترم هادف يساعد على التوعية ويوثق التاريخ المصري؟ بص، دور الإنتاج دايما ودور المنتج إن هو يبحث عن المختلف والمتميز الذي يصل للجمهور والذي يجعل فيه حالة من الإيجابية في المجتمع. وده دور الشركة المتحدة. طبعا الشركة المتحدة احنا مش بنتكلم على الملف الدراما بس، احنا في ملف الإعلام طبعا، اذا كان الاعلام المرئي او المسموع او طبعا الصحافه، فالشركه المتحده مهتمه جدا بده. والدراما تحديدا هي سفير مصر في الوطن العربي، وخلينا نقول ان فناني مصر حاجه بسيطه حصلت مثلا في مونديال العالم، اما شفنا فرح الديباني رئيس ماكرون يخليها بتغني السلام الوطني الفرنسي، وشفنا ويجز برضو كان بيغني في المونديال وشفناه في تايم سكويرز ماشي. فإذا فناني ومبدعي مصر هم سفراء مصر في الخارج، والشركة المتحدة مهتمة جدا بده. وعشان كده حتى خليني أشكر برضو الشركة مهرجان القاهرة للدراما اللي كان السنة اللي فاتت في دورته الأولى، والسنة دي منتظرين طبعا الدورة الثانية. فإذا الشركة المتحدة مهتمة جدا بملف الدراما لأنه ملف هام، من خلاله بتقدر تعرض كل إنجازات مصر على كل المستويات من خلال قضايا اجتماعية. وإحنا شايفين مثلا دلوقتي إنجازات كتير، ملف الطرق، المدن الجديدة، العشوائيات اللي انتهت تقريبا أو انتهت فعليا، مبقاش فيه عشوائيات، فكل ده بيتقدم في الملف ده. طيب النهارده بنشوف، حضرتك قلت السنه اللي فاتت كانوا 14 عمل، السنه دي ان شاء الله يبقوا 15، بقينا نشوف مسلسلات كتير في الاوف سيزن. هل هنوصل لمرحله قدام انه رمضان يبقى سيزن بيتعرض فيه مسلسلات زي اي سيزن تاني؟ يعني هل احنا رايحين في الاتجاه ده ولا ايه؟ يعني احنا النهارده بقينا نشوف اعمال قويه حتى لو الحكايات الصغيره اللي بتتعرض او مسلسلات كامله، بقينا نشوف اعمال قويه قادره تشد المشاهد انه يقعد يتفرج ويتابع المسلسل ده بعد ما كان بس الاعمال دي تعود عليها على كما جرت العاده، يعني ان هي تبقى بس في رمضان. هل احنا رايحين في اتجاه ان رمضان يبقى موسم زي اي موسم؟ طيب هقول لحضرتك على حاجه. كان السنوات اللي من حوالي 7-8 سنين كده ويمكن اكتر شويه، كنا فجأة بنفاجئ إن رمضان يوصل لـ40 عمل 50 عمل. إيه يا جماعة، في مين هيشوف الكلام ده؟ محدش يقدر يشوف الكلام ده. طبعا كان في أعمال كتير بتتظلم، كان دايما الشكوى من كل المشاهدين يا جماعة السنة كلها موجودة نعرض مسلسلات خارج السباق الرمضاني. النجوم كلهم كانوا بيطالبوا بده، إحنا نعرض خارج السباق الرمضاني ويبقى في حالة من حالات الشغل وما يبقاش في ضغط. جات الشركة المتحدة وما تولت الملف، ملف الإنتاج الدرامي، فعلا عملت ده، وفعلا ابتدينا نشوف وإحنا هو موجودين حاليا على شاشات المتحدة المختلفة مسلسلات مختلفة خارج السباق الرمضاني بنجوم ولسه وفي رمضان. عشان كده إيه ابتدت رمضان يبقى ينتقوا حوالي 14-15 عمل يبقى في رمضان، فرجعنا لرمضان اللي احنا كنا دايما بنتكلم عليه زمان ان يبقى الاعمال قليله. يمكن في مسلسل مثلا في كل اسبوع حكايه اللي بيتعرض برضو حاليا على السي بي سي، بيتعرض جروب العيله، بيتعرض كان في لسه العيله دي، كان في مسلسلات العائله المصريه اللي بتتعرض حاليا واللي هي فيها رسائل ايجابيه كتير، بنشوف فيها ايجار قديم. شفنا الفتره اللي فاتت على الشاشات المتحده اعمال مختلفه، اعمال كلها جيده.
احنا بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه التحليلات والتفاصيل استاذ عماد يسري الناقد الفني، شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا ليكم وصباح الخير على الساده المشاهدين، صباح الخير على حضراتكم. شكرا لحضرتك. خلونا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل اخر فقره في حلقتنا النهارده، خليكم معانا. أهلا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل. قصص التاريخ المصري القديم غنية وشيقة، من العصر الفرعوني لليوناني للروماني للبطلمي القبطي وأخيرا العصر الإسلامي. مهما حكينا بتفضل كتب التاريخ مليانة بأسرار، زي مثلا قصص بيوت تراثية وأثرية لسه باقية لغاية دلوقتي في القاهرة المملوكية، بتحكي عن حواديت وقصص استثنائية لحد أو لعدد كبير من السيدات. القصص دي رصدها الباحث الأثري الكاتب سامح الزهار في آخر كتبه نصوة في المدينة، واللي هيتم طرحه في معرض الكتاب. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من الكاتب الكبير سامح الزهار اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح النور يا فندم. صباح النور استاذ بسند. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير على حضرتك، بنتمنى لك مبدئيا التوفيق. وحابين تحكي لنا كده عن سيدات مصر من العصر المملوكي. العصر المملوكي واحد من أهم وأثرى وأغزر العصور التاريخية بما يسمى بالتاريخ الاجتماعي، تاريخ الناس، حكايات الناس، وده اللي أنا دايما طول الوقت بحاول أن أنا أقرب منه. دايما التاريخ، حتى التاريخ المدرسي اللي درسناه زمان، بيرتبط بتاريخ السلطة طول الوقت، السلطان والملك والقائد الكبير عملوا إيه، لكن حكايات الناس دي دائما وابدا هي الملهمه لكتابه التاريخ، وهي اللي كتب عنها اكثر المؤرخين والرحاله في مخطوطاتهم القديمه. موضوعات النساء تحديدا من الموضوعات الصعبه جدا. ليه صعبه؟ لان التاريخ الرسمي كان لا يكتب الا حكايات الرجال وقصص الرجال والقاده الكبار والعظام وغيره. فبالتالي كتابات النساء، الكتابه عن النساء قليله جدا. فحاولنا بجهد طويل استمر اكثر من 4 سنين ان احنا ننتج هذا العمل، نجمع هذه القصص والروايات والحكايات ونعيد تحقيقها وتدقيقها من جديد، فكان نسوة في المدينة. عظيم. مين أبرز السيدات؟ محتاجين أسماء، محتاجين قصص. احنا طبعا قربنا لما يسمى بقى بالقوة الناعمة هنا، قربنا للفنانات وللرسامات وللعالمات وللمطربات. كلمنا مثلا عن المطربة بياض واتفاق، شهد دار، ست أصيلة القلعية، عزيزة بنت السطوحي، كل الأسماء اللي هي مش مفروقة قوي، مش شجر الدر، ومش الأسماء المشهورة قوي. لا، حاولنا ان احنا ناخد من الهوامش. اتكلمنا عن اغانيهم مثلا، عن اغاني ضيفة الحموية اللي كانت بتغنيها للنصر محمد بن قلاوون، بتقول له مثلا: ولقد نظرت بأن رأيتك سالما، ونظرت وجهك أن أصوم شهورا، حذرا عليك من الزمان وغدره حتى تعود مؤيدا منصورا. بتدعي له بالغنى. فطول الوقت حاولنا ان احنا نرصد هذه الحكايات، حكايات بقى فاطمه بنت الخشاب ومؤنسه البيطار من الشاعرات، قصص كتير جدا من قصص النساء وعلاقتهم يعني بابنائهم وباسرهم يعني السيدات في العصر المملوكي كانوا ينفع ان هم يطلعوا كده في ساحه ويتكلموا ويقولوا شعر او حتى يغنوا؟ ده طبعا ده كان حاصل طول الوقت. اولا في المناسبات الرسميه، الاعياد الرسميه، في اعياد الاعياد السنه الجديده بالمناسبه كان في احتفال طول الوقت بيتم بالسنه الجديده، في احتفالات النصف من شعبان على سبيل المثال. كمان ده كان بيتم بالشكل الشعبي، يعني على المستوى الرسمي هلاقيه موجود، وعلى المستوى على مستوى الناس والمستوى الشعبي هلاقيه موجود. وهلاقي ان كان هذه السيدات كمان بتحظى بتقدير كبير جدا من الملوك والسلاطين، يعني كانت المرأة في العصر المملوكي ليست مجرد تابعة للرجل، ولكنها كانت بتحظى بقدر كبير، وده بيبان لنا في تفاصيل بسيطة، زي مثلا الألقاب اللي أطلقوها السلاطين والخلفاء أطلقوها على النساء، فيقولوا مثلا على السيدات: بركة الملوك والسلاطين، فرع الشجرة الذكية، الحجاب المنيع، الستر الرفيع، بركة الملوك والسلاطين، وهكذا من أسماء رائعة ولطيفة جدا كانت من الألقاب والكنى التي أطلقها رجال المماليك على نسائهم. عظيم. ده يعتبر تقديرا
لنساء طبعا. طبعا ده تقدير مهم جدا طبعا. طيب لو هنتكلم عن الاثار الباقيه، هل في بيوت، هل في اسبله؟ طبعا احنا في هذا الكتاب رصدنا، عملنا فصل كامل اسمه عماره النساء، وتكلمنا فيه عن تفاصيل كثيره جدا من عماره النساء، سواء بقى عن ضريح فاطمه خاتون، جامع الست مسكه، خانقاه اخواند طغاي، خانقاه اخواند ام عنوك، قبه ومدرسه تتار الحجازيه، جامع ام السلطان شعبان، بيت زينب خاتون، فاطمه الشقره، زاويه فاطمه ام اخواند، كل الاثار التي ارتبطت بعماره النساء وما زالت باقيه الى النهارده موجوده عندنا، حاولنا ان احنا نرصدها ونتكلم عنها بالتفاصيل بقى. ودايما انا اقول ان تفاصيل عماره النساء تختلف عن تفاصيل عماره الرجال في التفاصيل، حتى يعني هو الى يومنا هذا يظل الامر كده، دايما الراجل ممكن يكون مهتم بموقع البناء اللي هيعمله، البيت اللي هيشتريه، او بقدر يعني المكان اللي موجود فيه يكون قريب من كذا او مؤمن من كذا، لكن السيدات دايما بتهتم بالتفاصيل في الزخارف او في الكتابات بكل هذه التفاصيل. فحاولنا ان احنا في هذا الفصل نعمل ده، التفاصيل الصغيره والفنيات كده بتاعتهم دايما يعني جدا جدا. ولذلك احنا كمان يعني بنخطط، وده يمكن اول مره احنا نقوله، ان شاء الله هيكون بالتزامن مع معرض الكتاب، هنعمل جولات اثريه لزياره هذه الاماكن من واقع هذا الكتاب. عظيم. احنا اتكلمنا وحكينا عن الاماكن، يلا بقى نروح نزور الاماكن ونشوفها. بالمناسبه الجولات طبعا مجانيه يعني. كويس جدا. هل في اماكن اتسمت باسامي السيدات؟ الابنيه بتاعتهم كلها متسميه باسمهم، يعني مثلا حتى الابنيه اللي بناها الرجال علشان يهدوها للنساء سموها باسمهم، زي جامع ام السلطان شعبان اللي بناه السلطان شعبان لام اخواند بركه. هلاقي ان ده كان حاصل، ان اسماء السيدات بتطلق جامع الست مسكه، ودي مساجد. خلينا نقول حاجه، ان يمكن النهارده ده تقليد عادي، ممكن اعمل مبنى واسميه باسم سيده مفيش مشكله، شوارع باسماء سيدات مفيش مشكله. لكن مصر لما من قبل 750 800 سنه في هذا التوقيت تطلق اسماء للنساء على مساجد، ده كان يعني سبق كبير جدا. زي ايه بقى؟ ادينا مثال كده. وفي عصور مبكرة جدا، زي لما أقول جامع فاطمة الشقرة، زاوية فاطمة أم إخواند، جامع أم السلطان، يعني كل دي أسماء، جامع الست مسكة، يعني أنا لما أطلق أسماء على مساجد، يعني على أبنية دينية في العصور الوسطى في القاهرة، فده بيورينا حجم الانفتاح وحجم الاستنارة اللي كان موجود في القاهرة في هذا التوقيت. وفكره ان لا، حضور المراه قوي على عكس المتصور، ما احنا المتصور دايما ان النساء كانوا في القصور او في البيوت مقفول عليهم، والرجال لا. احنا في الكتاب بنثبت عكس ده من خلال اكثر من 30 مخطوط واكثر من 150 مصدر ومرجع علمي. عظيم. كون انك تركز على هذا الجانب، السيدات المبدعات في هذا العصر، بعيدا طبعا عن الشخصيات المعروفه والجماهيريه واللي الناس كلها عارفاها، ده حاجة مهمة جدا. لكن من وجهة نظرك ومن بحثك ودراستك، أي واحدة منهم حسيت إن هي اتظلمت أو التاريخ ظلمها في إنه ما ذكرش اسمها كتير؟ والله أنا يعني بشوف إن إخواند بركة، السيدة إخواند بركة، السيدة المملوكية، من السيدات اللي كان مهم إن هي يعاد إعادة طرح قصتها من جديد وتحقيقها بشكل أكتر. سيدة أم سلطان وتزوجت من الامير الجي اليوسفي، ولكنها كانت سيده سابقه عصرها. الست اللي راحت تحج فسموا لها السنه بعام ام السلطان. الست اللي راحت تحج على انغام العازفين والموسيقيين، ما خدتش معاها عساكر وما خدتش معاها امن وحراسه، خدت معاها عازفين يعزفوا لها من القاهره الى مكه. الست اللي شالت من القاهره البخور والعطور والملابس والمأكولات والمشروبات عشان توزعها على الأصدقاء والأهالي والناس اللي بتعيش في محيط المسجد الحرام. فكانت سيدة سابقة عصرها. ست لو عمل يعني، ما أظنش إن ده مسموح، إن ممكن المجتمع يتقبله النهارده، إن تقول لحد إحنا هنروح وهنعزف مزيكا وإحنا رايحين نحج، ما أظنش إن ده ممكن يعني يبقى مقبول قوي عند الناس. لكن في العصور الوسطى كان هذا مقبولا من هذه السيدة، بل بالعكس لما رجعت القاهرة خرج أهل المحروسة عن بكرة أبيها يستقبلوها، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي. فلا، فطبعا هي قصة مهمة جدا، وأنا أظن وأطالب إن مثل هذه القصص تضاف وتدرك في مناهج التربية والتعليم،
ونبعد شويه عن القصص اللي هي اللي بقت محفوظه ومقلوبه ومتعارف عليها، ونقرب اكتر من القصص المرتبطه بقوه مصر الناعمه، لان فيها قيم كمان، واحنا تاريخنا مليان كمان يا استاذ سامح. طبعا بلا شك، احنا هنا تحديدا في هذا الكتاب، وانا حبيت ان انا اطلق عليه سيره نساء المماليك، لان انا بشوف ان هي مش مجرد قصص وحكايات وروايات، هي سيره كبيره جدا، سيره مجتمع باكمله. حتى لما اتكلمت مع الاصدقاء في دار ريشه اللي هي اللي انتجت هذا الكتاب، وقعدت مع الناشر الكبير طبعا حسين عثمان، واتكلمنا، وهي دار مهتمه جدا بفكره السيره الذاتيه. قلت له انا عندي حاجه مش عن سيره ذات، مش عن شخص واحد، انا عندي سيره عن مجتمع باكمله. فتحمس جدا لهذا الامر، وخرج هذا الكتاب يعني في وقت قصير جدا بتدقيق وبمراجعه وباهتمام كبير جدا الحقيقه. أستاذ سامح الزهار، الباحث في الآثار المصرية وصاحب كتاب نصوة في المدينة، بنتمنى لك كل التوفيق، وبنتمنى ان احنا فعلا زي ما حضرتك قلت نشوف يمكن الـ مش بس المناهج، كمان نشوف يمكن اعمال تاريخية، بما اننا كنا بنتكلم عن الاعمال الدرامية في رمضان، يمكن نشوف اعمال تاريخية اكتر في العصور المملوكية يمكن وغيره وغيره، ونقدر نعلم ده لاولادنا ونعلمهم قيمة المرأة المصرية على مر العصور كانت عاملة ازاي، وازاي كان ليها كانت قيمة أقامة، كان ليها دور كبير قوي في هذه العصور. عظيم. طبعا احنا دلوقتي ناخد مجموعة من التعليقات على سؤال حلقتنا قبل ما نختم الحلقة. آدم بيقول كنت رايح مشوار في الجيزة والجي بي اس اداني اطلع الكوبري، وكنت من المفروض ما اطلعش، لكن للأسف لقيت نفسي في بولاق وسط موقف بقى للميكروباصات والتكاتك، وقعدت حوالي نص ساعة عشان اعرف اخرج. أمنة محمد بتقول صباح الفل، بتصبح عليكي، بصراحة أنا جديدة في السواقة وبعتمد على الجي بي اس، ولما بكتب العنوان صح هتوصل، ولما بتكتب العنوان صح هتوصل بالسلامة ممكن، وبتصبح على أحفادها ياسمين وسلمى وهم متابعين البرنامج. بنصبح عليكي يا ياسمين أنت وسلمى وعلى جدتكم أمنة، ويعني كويس أن حضرتك تعتمدي على الجي بي اس لأنه أنا زيك بالظبط. أحمد شاهين بيقول الحمد لله بعتمد على نفسي وبحفظ الطرق. أحمد مطاوع بيقول أنا كل ما أفتح الجي بي أس تحصل مشكلة فحرمت أفتحه تاني. خير. في حساب باسم أنا أهلاوي، صباح الخير والسعادة عليكم، أنا الحمد لله من الناس اللي ما تعرفش المكان أسأل لكن ما استخدمش الجي بي أس. جيهان المصري بتقول أنا أول، هي من الإسماعيلية وأول مرة تجرب موضوع الجي بي أس النهاردة وهي في طريقها لمنيا القمح، بس بجد ما فيش أحلى من الحفظ بدماغها هي، وبتصبح على مامتها وإخواتها. أبو حبيبة رمضان بيقول صباح الخير يا مصر والقناة الأولى، أنا رضا رمضان من الإسماعيلية، أحفظ إيه؟ أنا عاوز جي بي إس عشان حد يوصلني، وعاوز دماغ تانية، ده أنا بدور على بيتي بالوصف. في ناس كده والله، صح، في ناس كده. كنا رايحين أسيوط يعني في مشوار، لقينا نفسنا داخلين على هنا الحمد لله. الدرجة مش الدرجة. مصطفى زيزو بحفظ الطريق اكتر عشان ممكن اتبهدل لو عشان ارجع تاني من الاول. طب دي كانت مجموعه من التعليقات، نتمنى طبعا ان احنا نكون قدرنا نقرا مجموعه كبيره من تعليقات حضراتكم، لكن دايما بنكون في انتظار تفاعلكم باستمرار مع سؤال الحلقه. لهنا تكون خلصت حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح خير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.